تكون بالرأس. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة الجول. القاضية ممكن. حروف في كلمتين طلعوا فجأة وبدون ترتيب من معلق كبير هيفضلوا في الذاكرة مهما مرت السنين. أي قذيفة جات، أي قذيفة جات يا باتشيكو، التاسعة يا الأهلي، التاسعة الأهلي. لا، القاضية مش مجرد بطولة كبيرة كانت حديث كل الأفارقة والعرب في ليلة ديربي حمراء، لا 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 لا، القاضية دي لقب فريد من نوعه بجد، كاس غالية قوي تتشال على الراس وتتحط في نن العين. ليلة ضحكت فيها الأميرة السمراء لملك القارة عشان يحتفل ملايين الأهلوية بالبطولة الإفريقية التاريخية. يا ما كسب الأهلي ماتشات وبطولات في أصعب الأوقات، لكن القاضية كانت قاتلة، حطت نجومنا على منصة التتويج وفرحت الصغير قبل الكبير. اسأل أي حد تقابله ايه أغلى بطولة احتفلت بيها مع الأهلي، هيقول لك ومن غير تفكير طبعا بطولة القاضية، البطولة اللي جت بعد غياب 7 سنين ورقصت الجماهير شمال ويمين. دي كانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة، ليلة تسمع فيها الست بتغني وتتسلطن وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين الملتفين حول قناه الاهلي وحارس الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده واسبوع القضيه مستمر معكم، ولكنه ليس القضيه فقط، لكن القضيه وامور كثيره جدا في الرياضه المصريه وكره القدم المصريه. في البدايه خالص التهنئه للمهندس خالد عبد العزيز بتوليه رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، وسبحان الله هذا الاختيار صادف أهله، لأنه المهندس خالد عبد العزيز الحقيقة شخصية تتمتع باحترام الجميع في الوسط الرياضي وكل الأوساط المصرية، فهو رجل رياضة ورجل سياسة وهو رجل إعلام، ومن الشخصيات المحترمة جدا. نتمنى له هو مجموعة المحترمة كل التوفيق وكل التقدير وكل الاحترام إن شاء الله، لأنه الفترة القادمة محتاجة شغل كتير جدا جدا، ونحن نثق فيه تمام الثقة بإذن الله. على الجانب الآخر، الهيئة الوطنية للإعلام والإعلامي الكبير أستاذ أحمد المسلماني بيتولى رئاسة هذه الهيئة، نتمنى له التوفيق. من الشخصيات المرموقة المحترمة اللي لها دور كبير جدا لا يمكن أن ينسى أبدا، من الشخصيات المحترمة الوقورة المهذبة، إن شاء الله بإذن الله يكون أدم الاثنين على المكانين سعد، ويكون نجاح ويكون توفيق بإذن الله. النهاردة مستمرين في القضية، لكن عندنا حاجات كتيرة جدا وحلقة مليانة بحكاوي وموضوعات وأخبار وقصص هنشوفها مع بعض، لكن بعد لحظات. هجري معاكم في المقدمة، لأن الحلقة النهاردة مليانة المقدمة بتدريب النادي الأهلي استعدادا للقاء الغد مع استاد أبيجان، تدريبة قوية وكلها تركيز في استاد التتش للنادي الأهلي واللمسات الأخيرة من مارسيل كولر على الفريق. المجموعة كلها موجودة، اللي خارج القائمة هيكون الاثنين الصاعدين سمير محمد ومحمد عبد الله، ومحمد عبد الله الاصابه طبعا، مصطفى ابو الخير، كريم ندفد، الحارس حمزه علاء، والمصابين اشرف داري واسامه ابو علي، وخرج يوسف ايمن من قائمه النادي الاهلي. دي قائمه، دول بقى الباقيين كلهم في قائمه النادي الاهلي. كل ما بشوف كريم الدبيس في القائمه ببقى مبسوط وسعيد جدا. هناك احتمالات للبدء بقفشه، لعمر الساعي، لاعطاء فرص لعدد من اللاعبين، هناك احتمالات، لكن لسه الامور مش باينه حتى هذه اللحظه. اللي خلف الصوره ده اسامه ابو علي موجود اهو بجزمه الكوره. يا ريت نرجع بالصوره مره ثانيه، هيبقى مهم جدا عشان الناس بس تبص، يعني انه اسامه موجود في التدريبات، بيعمل تدريبات تاهيليه، تدريبات استشفائيه، والنهارده مارسيل كولر في المؤتمر عفوا متاسف، في المؤتمر الصحفي اعلن انه لسه ما تحددتش مده غياب وسام ابو علي، لكنه كل مره بأثني على الروح الكبيره اللي موجوده مع اهو ده وسام اللي ورا ده اهو لبسه موجود عادي مع الفرقه مع التدريبات بشكل يومي،
لا في كبيره ولا في جبس ولا في حاجه في الركبه ولا في اي حاجه، عشان بس تبقى الامور واضحه بالنسبه للجميع. ونتمنى له يا رب هو وكل زملائه التوفيق ان شاء الله. البدايه مهمه جدا، البدايه مهمه جدا، البدايه مهمه جدا. ماتش ليس بالسهل على الاطلاق، الماتشات دي ما بتبقاش عارف الفرق دي شكلها عامله ازاي، ممكن تفاجئ بمستوى، ممكن تفاجئ باولاد عندهم حماس عندهم اصرار جايين زي ما مدربهم النهارده قال. انا اسف معلش نزلت برد خفيفه كده فاعذرونا يعني. فعندهم اصرار عندهم حماس شديد جدا جدا، وما عندهمش حاجه يخسروها، هم ليس لديهم ما يخسروه على الاطلاق يعني. بصوا الجهاز يا جماعه بقى قد ايه، العدد في الجهاز بقى كبير. انا بفتكر زمان كان مثلا في منتخب مصر كابتن جوهري، كابتن فتحي مبروك مساعد بس، بعدين جه كابتن محمد عامر شويه، ده اكتر جهاز يعني ثلاثه، وكان كابتن علاء شاكر ربنا يديله الصحه، وكان كابتن حازم كرم. دول الخمسه كانوا الجهاز الفني للمنتخب، وكان بقى فيه الدكتور احمد ماجد، المهندس سمير عدلي، ده كان الجهاز بالكامل، الاثنين المدلكين، او كان عندنا مدلك واحد كمان في البدايه كابتن محمود حمدي، فما كانش فيه اعداد يعني. لكنه الكوره بقى مع تطورها ومع تغيرها ومع الحاجات الكتير اللي حصلت فيها، لا الكوره اتغيرت تماما، وبقى الاحتياجات اكتر لعدد اكبر، شيء محللين اداء وشيء اخصائيين تاهيل وشيء مساعدين مدرب وشيء مدرب للكرات الثابته. يعني تلاقي مثلا في بعض الفرق الاوروبيه مدرب لرميات التماس مثلا يعني. حمزه علاء واضح انه قد يكون بيعاني من اصابه خفيفه لانه غاب على التمرين اليوم، وايضا مش موجود في القائمه، فقد يكون غائب عن الفريق، وقد هو مؤكد انه عنده اصابه خفيفه يعني. هحاول كده اعرف من خلال الحلقه غاب ليه عن التدريب النهارده. هو حارس اثبت وجوده بشده بجوار محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومن وراهم بياتي مصطفى مخلوف. لكنه كل مره اقول لك لاحظ الجديه اللي موجوده على اداء اللاعبين، واكيد الجهاز الفني، واكيد عاملين الف حساب لفريق استاد ابيجان، وربنا يوفق يا رب ان شاء الله. النهارده كمان كان في المؤتمرات الصحفيه، سواء لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، او الان دوريه سيرجي المدرب العام لفريق نادي استاد ابيجان. نتابع ونرجع. سعيد جدا ان البدايه بالبدايه بكره في دور المجموعات في افريقيا، هندخل الماتش كحامل اللقب في البطوله دي، واحنا سعداء جدا بكده. هنلاعب بكره خصم قوي عنده لعيبه متميزين، انا شفت لهم كم ماتش، هم هيحاولوا يؤدوا افضل ما عندهم بكره، خاصه زي ما قلنا بيلعبوا حامل اللقب في القاهره، هيحاولوا يسجلوا، بس احنا جاهزين للماتش بكره بمساعده جماهيرنا اللي هتملى الاستاد ان شاء الله، ان احنا نفوز بالماتش بكره. هو وسام للاسف بتاع الاصابه مش هيقدر يلعب معانا بكره، واتمنى رجوعه بسرعه، بيأدي دور هايل معانا وبيساعدنا كتير في ان احنا نفوز بالماتشات. زي ما احنا شفنا بيجري بكل قوته، بيهاجم بكل قوته، عندنا طبعا لعيبه مهاجمين تانيين، ولكن هم مش نفس التيب، مش يعني عندهم جوده في حاجات تانيه، وصعب المقارنه واحد ضد واحد، مقارنه واحد ضد واحد بوسام باي لاعب تاني، كل لاعب له جودته وعنده الامكانيات التانيه اللي هو بيتميز بيها. اتمنى ان غياب وسام بكره ما يكونش عامل سلبي بالنسبه لنا، وزي ما قلت اتمنى رجوعه باسرع وقت. Aber ich hoffe natürlich, dass er كل الفرقه في افريقيا بتيجي هنا بتحاول ان هي تلعب ضد الاهلي على فوز، او حتى ان هم ياخدوا نقطه من الماتش، ده هيحاولوا يعملوه باقصى جهدهم بكره، احنا عارفين الكلام ده كويس، بس هدفنا هو الوصول للنهائي للمره السادسه على التوالي. طبعا شفنا الماتش بتاع الاتحاد واتكلمت مع الفريق طبعا عن الحاجات الكويسه والحاجات اللي مش كويسه اللي احنا عملناها في الماتش ده، ونتمنى طبعا ان احنا نكون احسن بكره ان شاء الله في الماتش. احنا سعداء اللي احنا نلعب اول ماتش بكره في دوري ابطال افريقيا، اللي احنا الحمد لله يعني واخدين البطوله، وان شاء الله تبقى
13 ان شاء الله. بنحضر المباراه من امبارح وبنحضر بشكل كويس، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ونطلع بثلاثة بونت ان شاء الله. يعني ما بناخد بطوله اكيد الفرق الافريقيه كلها بتبقى عايزه، يعني عايزين يكسبوا البطل زي ما بيقولوا، واحنا بنبقى حاطين الكلام ده قدام عينينا. يعني هدفنا اللي احنا عارفين كل فرقه بتيجي تلعبنا بتبقى عايزه تكسب النادي الاهلي، عشان كده بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. لما تيجي تاخد بطوله او تخش في بطوله مهمه زي بطوله افريقيا بنقعد مع بعض بنتكلم، لازم نبدا من قبل الماتش بنتكلم، نقول هدفك ايه قبل البطوله، هو هدفك اللي انت تاخد البطوله ولا هدفك اللي انت خلاص شبعت من البطولات والكلام ده كله. بس اللعيبه عارفه اهميه البطوله عند جمهور النادي الاهلي، واهميه بالنسبه لنا اللي احنا بنوصل لكاس عالم الانديه. انت النهارده واصل 5 مرات على التوالي لكاس عالم الانديه، دي بالنسبه للعيب تاريخ كبير جدا وارقام كبيره جدا للعيبه. بالنسبه لنا البطوله دي هتبقى اصعب من بطولات كتير فاتت، يعني دي اللي انت توصل 6 مرة نهائي على البطوله، واللعيبه والفرقه كلها بتبقى عايزه تكسبك. انا عارف الفتره اللي جايه دي هتبقى صعبه، بس اللعيبه اللي موجوده على قد المسؤوليه. عايز اقول لجمهور الاهلي انهم خايفين جدا منكم، وعدم حضوركم هيديهم ثقه، وحضوركم هيدي ثقه لفرقه النادي الاهلي، والمباراه ان شاء الله تكون اسهل بامر الله سبحانه وتعالى. اتمنى حضور جماهيري كبير. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف، اكرم توفيق، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم، ويحيى عطيه الله، وعمر كمال، وكريم الدبيس، وخالد عبد الفتاح، مروان عطيه، وامام عاشور، وعمر الساعي، كوكا، والسليه، وقفشه، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر طاهر، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. دي قائمة النادي الأهلي، كل التمنيات بالتوفيق. أيضا بكرة منتخب الشباب عنده مباراة مهمة جدا في الإسماعيلية في استاد قناة السويس، مستنيين إن شاء الله حضور جماهيري وفوز وتأهل بإذن الله. الكاف حدد موعد مباراة الأهلي ضد الشباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الثالثة، إن شاء الله هتبقى يوم الأحد 22 ديسمبر، وبالتالي هتتأجل مباراة الأهلي وسموحة بإذن الله. المحكمة الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسن، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف، المستشار كريم عرفان، والمستشار أحمد البارودي، قادت بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق بأن يؤدي إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعويضا قدره 500,000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعله تجاهه في الجنحة رقم 45 لسنة 2022، جنح القاهرة الاقتصادية. ده اللي بلغنا به المستشار محمد عثمان رئيس أو المستشار القانوني للنادي الأهلي. في بيان رسمي لجنة الحكام نفت نفيا باتا أنها اتخذت أي قرارات ضد حكام الجولة الثالثة في الدوري المصري. خليني أجري لفاصل أعزائي المشاهدين والمتابعين. بعد الفاصل عندنا 4 من متابعينا من أصدقائنا من الرواد الكبار للسوشيال ميديا والمؤثرين جدا، وائل الإمام، إكرام الرديني، محمد سامي، وأمينة صالح عبر تقنية الزوم. النهاردة حلقة مليانة لأن بعدها إن شاء الله هيكون معنا بلال عطية وعمر العدوي ومهند الشامي وزياد أيوب، ثم حمزة عبد الكريم وياسين ياسر وحمزة الدجوي نجوم منتخبنا الوطني للشباب الحاصلين على بطولة أفريقيا، ثم السهرة تحلى مع محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. حلقة دسمة جدا، بفكركم بالهاشتاج بتاعنا القضية ممكن. فاصل ونرجع تاني. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين. النهاردة في الفقرة هيكون معنا 4 من عشاق النادي الأهلي، الحقيقة بيحبوا النادي الاهلي، عاملين شغل محترم جدا على السوشيال ميديا، كل الاحترام وكل الادب، منهم من يظهر في البرامج، منهم من يكتفي بالظهور عبر السوشيال ميديا. خلوني ابدا بالاول بالجنس الناعم اللطيف، الاستاذه، ما اعرفش او الاستاذه ولا مدام ولا كابتن ولا ايه، امينه صالح، مساء الفل، ازاي حضرتك؟ يا كابتن شوبير ناظر الاعلام، يعني مساء الفل على حضرتك، واي حاجه من حضرتك حلوه، بس لا هي مش مدام. طيب خلاص، يبقى هنقول امينه على طول. بالظبط، امينه على طول طبعا. امينه اهلا وسهلا بيكي، منورانا. ربنا يخليك يا كابتن، ده نور حضرتك ونور كل الموجودين الاهلاويه الجمال الحقيقه، وفي احتفاليه جميله. احتفاليه جميله. محمد سامي، مساء الفل عليك يا ابو حميد. مساء الخير.
مش سامعني يا محمد؟ سامعني كده يا محمد يا سامي؟ سامع حضرتك كويس. مساء الفل عليك. مساء الجمال. منورنا ومشرفنا. الشرف لينا يا كابتن، فرحانين ان احنا بنحتفل بذكرى القدر قناه مدينه ومع حارس الاهلي. اهلا وسهلا بكم. انتوا ممكن تورونا ضيوفنا على الشاشه الكبيره يا جماعه بس عشان استمتع زيكم كده بيهم، اكون شاكر ليكم. وائل الامام، مساء الفل يا عم وائل. مساء الفل يا كابتن، نور الدنيا يا كابتن شوبير، وتألق دائم في كل مكان في اي حته، اينما وجد الكابتن شوبير التألق حاضر والمتابعه موجوده يا كابتن. اشكرك يا وائل، شكرا جزيلا. وصديقي من الامارات اكرام الرديني، مساء الفل عليك يا اكرامي، منور الدنيا. مساء الورد عليك يا كابتن شوبير، عود الحميد، ومنور الخير على جمهورنا الكريم. فرحان اللي انا معاك يا كابتن. ربنا يخليك، احنا اللي فرحانين بوجودكم معانا. امينه بقى احكي لي، اهلاويه شديده جدا ومؤثره جدا، بنرجع زي ما قال محمد سامي كده بنعمل فلاش باك، وليله المباراه، القمه، القضيه، القرن، حاجات كتيره جدا. التحضير، انا كنت بحضر، كان عندي شغل، اللعيبه كانت بتحضر، انت كنت بتحضري ازاي؟ توتر، يعني الليله اللي ما حدش بينام فيها بالظبط، يعني كان في قلق كتير وتوتر كتير. ظروف اللي قبل المباراه الحقيقه كانت صعبه جدا، فكره الكورونا وفكره الاصابات وفكره تغيير مدير فني قبل السيمي فاينل على طول كان موسيماني، ففكره وجوده في الفاينل وفكره ان كابتن طبعا محمود الخطيب ياخد خطوه زي دي بوجود موسيماني وانتقادات كتيره جدا، فكان تحضير قوي الحقيقه يعني. وكان الواحد قلقان طبعا، ليلتها البطوله غايبه عننا من 2013 يا كابتن، فيعني التسعه دي جت بصعوبه، فكان يعني موضوع صعب جدا الحقيقه قبل المباراه. محمد سامي، امينه فتحت لي موضوع كويس، التوتر، غياب رحيل فايلر، حضور موسيماني، بس فوزنا على الوداد هناك 2-0، هنا 3-1، هل الفوز ده ادالك ثقه وخلى الفاينل سواء قدام الزمالك او الرجاء ما يفرقش عندك؟ حضرتك قلت في المقدمه يا كابتن ان جان ما عندوش حاجه يخسرها قدام الاهلي. نعم. فرق القاره ما عندهاش حاجه تخسرها قدام الاهلي. تمام. بس هو اللي عنده بيخسره. نعم. الماتش ده دخلنا في رهان ما دخلناهوش. ها. تفاجأ لقيت نفسك بتتراهن على فريقك قدام حد شايف ان هو احق. شايف ان 90 دقيقة هيثبته فردية هو بيروج ليها بقاله سنين، هو بكل حاجة. نعم. التوتر جه من ايه؟ من انك انت عندك حاجات كتير قوي تحافظ عليها والمنافس بيحاول يلعبك عليها لعبة قمار. نعم. ولكن الثقة دايما بانك عندك ارث تاريخي رهيب، عندك موروث بيخليك قادر على الاستمتاع بالمباريات الصعبة. نعم. عندنا دايما كده بيسموني في المجموعة بتاعتنا كده البارد بتاع الماتشات الصعبة. يبقى الماتش مولع اقول لهم هنكسب. والله. الاهلي معودني على كده. ده دايما شعورك يا محمد؟ موروث يا كابتن، احنا الكلام ده عندنا. يا ربنا ربنا يديني يا اخي، ربنا يديني ربع برودك يا اخي، والله ده احنا حاجه صعبه قوي يا كابتن. ازاي بس حضرتك كنت حاضر وشاهد عيان على اهداف بالجمله بتتسجل بعد الدقيقه 90. ده صحيح. يبقى المفروض حضرتك تكون واثق اكتر مني. ماشي. هي القصه دايما ان الاهلي بيدينا رؤيه ان المباراه دايما بتخلص مع الصفار. نعم. دايما التوفيق بيروح للمجتهد. صحيح. دايما لعيبه الاهلي تروح للاجتهاد وانها تقدم اللي عليها، على كتير دايما ربنا يوفقنا وتاخد البطولات. نعم. المباراة. علشان كده انا كان عندي الثقه احنا ان شاء الله ده الماتش بتاعنا، خاصه ان احنا عاملين موسم هايل، فايلر عامل فريق كويس. صحيح. متمرس. كل ده بيودينا لنقطة واحدة، انت أعلى فنيا، ولكن هم استندوا على حاجة واحدة، ان هم علينا في مباريات السوبر وكسبونا بهجمات مرتدة. ميزة سيماني ان هو بيقرا ويذاكر كويس جدا، انا كنت مطمن من الناحية دي. نعم.
ده الكلام الفني، ولكن بقى التوقف كان امتحان صعب كل الكلام، كلنا كنا طبعا عندنا قدر من التوتر، ولكن استني المباراه دي بصراحه. طيب خلينا نروح لوائل، وانا عارف يا وائل انت ما بتسيبش مباراه للنادي الاهلي في الملعب، لكن كان عندنا ظروف كورونا لا قدرت تسافر المغرب، انت بتسافر ورا الاهلي، وائل يا جماعه بيروح ورا الاهلي في كل مكان، وائل رجل اعمال بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يعني، فما روحتش الاستاد. احكي لي بقى، اكيد حاولت وعافرت تروح الاستاد وما نفعتش المحاولات، احكي لي بقى اللحظات ما قبل التسعين دقيقة ثم التسعين دقيقة. والله الشعور لا يوصف، لان بكل بصراحة يعني بكل بساطة انا ممكن اقول لك على اسبوع بالنسبة لي انا ما حدش يعني يزعل مني سيء جدا نفسيا قبل المباراة. ليه؟ اسبوع عمال اتخيل الماتش، عمال تخيل المباراة يا كابتن، المباراة بالنسبة لي شبح جاي لي. الاهلي كان عامل طبعا موسم خيالي، ولكن في حاجات كده يا كابتن يعني اكلمك عليها، اكلمك على علاقه بتاخر 7 سنين. صح. 7 سنين بعد جيل الحبايب، وقاعدين في 2017 نخسر قدام الوداد في مشهد صعب جدا، مشهد اصعب منه في الترجي. صح. في 2018 ب3-1 هنا، فتروح تتغلب 3-0 هناك، ومشهد اصعب على جماهير النادي الاهلي كله بخماسيه قبل النهائي مع صن داونز. نعم. ويجي الصوره التاريخيه الكابتن خطيب في استاد القاهره في الماتش ده، دي صوره معبره جدا. انا شفت الصوره دي يا كابتن، عرفت ان احنا السنه الجايه هيحصل حاجه مختلفه. صوره واحد مصر ان في حاجه تحصل للنادي ده، حزن وزعل غريب. اكلمك على الاسبوع اللي قبله، الاحساس الزمالك انه يكسب لا قدر الله وممكن تقام الافراح والليالي الملاح لغايه نهايه العالم. اكلمك على مدرب زي موسيماني لسه ماسك من شهر ونص قبل الماتش، وجاي بعد فايلر اللي كان عامل اداء عظيم. نعم. ويخش على ماتش تاريخي زي ده. لا يا كابتن، حاجه صعبه جدا نفسيا. انا مشيت كل اللي في البيت، ضلمت الاوضه، انا بكلمك بجد يا كابتن، مشيتهم فعلا. قلت لهم لو سمحتوا ما حدش عايز حد معايا في البيت النهارده. ضلمت الاوضه، اتفرجت على الماتش. وبعد جون قفشه جالي، طلعت بقى الانهيار بتاع الاسبوع كله كله. نزلت جريت في الشارع ولا عملت ايه؟ فعلا والله يا كابتن بكيت، والله يا كابتن. انا ما بكيتش الا على 3 حاجات في حياتي، وفاه والدي ووالدتي، ربنا يرحمهم يا رب، و الماتش ده. طيب خلينا نروح لحامي حمى الاهلي في الامارات اكرام الرديني، وانا علاقتي هو فكرني الحقيقه علاقتي بيه من زمن الزمن، طلعنا عارفين بعض من ايام دريم وزميلنا العزيز صلاح عقده وحاجات كتيره يمكن مش هنعرف نتكلم عليها دلوقتي، لكنه خليني اسالك يا اكرام، كنت عايز الزمالك ولا الرجاء بمنتهى الامانه؟ وانا اقول لك انا بمنتهى الامانه انا كنت عايز الرجاء، لان احنا كنا كسبانين الوداد هنا وهناك، فقلت ايه رجلنا ماشيه المره دي على اخواتنا الاعزاء يعني، وحظنا عالي عليهم. والزمالك كان ساعتها فرجاني وبن شرقي واسماء كبيره لها كل الاحترام يعني. هل كنت عايز ده ولا ده؟ كنت فرحان انها من مباراه واحده، ولا كنت تتمنى انها ذهاب وعوده؟ والله يا كابتن انا عايز اقول لك على حاجه، كان نفسي في الزمالك. كان نفسك في الزمالك يعني؟ جدا. وبعدين لو نفتكر يا كابتن، كان في نقطه ثقه واللي النادي الاهلي هيكسب، وليله مستريح بعد النقطه دي. لما راح جمهور الزمالك عند النادي الاهلي وعمل يافطه، وهتنام يا اهلي. فدي ادتني ثقه جدا، لان الاهلي بيستفز وبيقبل التحديات من المواقف. حلو. ولا الهلال قصة مع وليد فراج، ولا انا مع الزميل عبد الله الكعبي قصة في العين، وكل الاتحاد قصة. فبعد اليافطة دي انا جالي شعور مختلف تماما. حلو. الشعور النادي الاهلي في تحدي يعني. فين المباراة؟ نعم، قبلها فايلر مع موسيماني، حاجات كورونا، ديانج من القايمة، كل دي حاجات لينا في توقع. ايوه. لكن كانت بالنسبه لي يا كابتن، ومفيش مباراه فيها زي مباراه، هم اللي طلعوا المصطلح ده لنادي الزمالك الكبير، طلع المصطلح بتاع القرن واحنا قبلناه. قويه. لكن انا عايز نقول لجمهور الاهلي، احنا مديين ليه عمرو السوليه حقه؟
لا من بيقول له انا ان شاء الله ان شاء الله والله عامل لك مفاجاه، بس يا رب تتم على خير يا رب. قول وبس انت ادي له حقه اتفضل. نعم. وكانت اسعد لحظه بقى كابتن. ايوه. ها الضرب بتاع الشناوي، يعني ساعد الشناوي خد البنطار كانت نقطه فارقه عندي، اللي خلاص النادي الاهلي اخر دقيقه بيضيع وقت في اللي هو عشان ياخد البطوله. يعني انا كلمة في حياتي كلها بقولها دايما، يعني بحافظ على نفسي، بحافظ على شكلي، بحافظ على نفسي. مع النادي الاهلي يا كابتن انا فوق الترابيزه في زي العيل الصغير. ايوه. يعني وكانت دي فرحه ليا. الفرحه كلها كانت في قصه كابتن حلوه جدا. احكي احكي احكي. في 2006 فزنا على العازم وثلاثة أربعة زمايلي في البيت. أبو تريكة حط الكورة كبيرة، قعدت أجري في الشقة، نزلت على النادي هو. بعد ساعة كابتن بيقول النادي كابتن هو في الشقة وسبتني الكارير تحت النادي وسبتني فعلا. فالأهلي بيخليك كابتن طبعا موسيقى. صحيح. طيب امينه اسالك بعد الهدف الاول، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعمرو السوليه جاب هدف، هل بتبقى حاله تفاؤل بالنسبه لك؟ حسيت ان اليوم يومنا ولا اتوترتي اكتر؟ والله يا كابتن لا، في الاول طبعا كان عندي تفاؤل كبير جدا. يعني كانت كوره حلوه قوي، ركنيه طبعا. نعم. من علي معلول وعمرو السوليه، يعني كمان معروف عنه التفوق في ماتشات الزمالك بالذات. فقلت بقى يعني الدنيا هتبدا تفتح معانا. يمكن بعدها بدا الاهلي يتراجع شويه في المباراه، فده اللي بدا ايه يقلق الواحد شويه. مع الدقيقه 30 لقينا طبعا الهدف الحقيقه بتاع شيكابالا. يمكن كوره يعني كنا يعني حصلت قبل كده، يعني كنا متوقعين رد فعل مزبوط. من الدفاع الاهلي افضل من كده، لكن ما كانش موجود. لكن بعد كده الاهلي بدا يرجع تاني مع الشوط الثاني. انطلاقات علي معلول الحقيقه في الماتش ده بالذات كانت اكتر من مميزه. حسين الشحات اللي يمكن بس يعني جات له فرصتين كده. نعم. فرصه في الشوط الاول وفرصه بتاعت الشوط الثاني، دي اللي جت في العارضه، دي خدت قلبنا معاها. نعم. يعني هنا بدات احس اللي هو ايه، هي شكلها هتقفل ولا ايه؟ لان الجون فاضي. أيوة. وحسين الشحات يحطها في العارضه، فدي خلت الواحد بقى ايه مشدود اكتر. صح. بعدها ب10 دقائق كوره زيزو. يعني في العارضه. نعم. يعني خلاص بقى انهيار. فلحظات الماتش وانا بفتكره مع حضرتك وقاعدين. أيوة. نقسم لحظات الماتش دي. لا كانت كلها توتر طبعا بشكل شديد جدا. بس هنا بقى الحقيقه جه دور قفشه. ايوه. يعني ودي دي يعني ده اللي بيميز قفشه الحقيقه. يمكن يعني يمكن محمد صلاح كده كان قال حاجه، يعني ارسنال فينجر كان هو بيساله ان ايه اللي بيفرق لعيب كويس عن لعيب كويس قوي. نعم. قال له ان اللعيب الكويس قوي اللي بيفضل محافظ على تركيزه طول ال 90 دقيقه في المباراه لحد ما تيجي اللحظه بتاعته. ودي بقى اللحظه اللي يعني بتهيالي كل الناس طلعت تجري فيها. ده يعني صحيح. محدش عارف هو عمل ايه ساعتها. طيب اسال محمد سامي، محمد بعد كره حسين الشحات في القائم وانت بتقول ان انت بارد شويه، يعني هل بدات تحس بالقلق شويه، خاصه بقى زي ما امينه قالت كره العارضه بتاع زيزو؟ بعد كره حسين الشحات انا كنت قاعد اتفرج مع والدي. نعم. والدي بص لي قلت له بص هي كده شكلها ربنا مش رايق. بعد كره زيزو قلت له هنكسب. العكس. بس هو على ذكر العرضتين دول بقى، هو اخواتنا الزملكاويه عندهم افتي حلو قوي بيقولوه لعن الله القائم الايمن للشناوي. انا برد عليهم بقول لهم وبارك الله القائم الايسر لابو جبل. يعني هي دي في العرضه ودي عرضه ثانيه. ايوه. طب ده بتاع حسين قد. ايوه. ده بتاع حسين من جوه السكس يارد ومفضيين الجون. وصلنا تاكت، وصلنا بلعب مفتوح حلو مش تسديده من بعيد. فانت ليه شايف اللي ليك وناسي اللي عليك؟ بس هو ما علينا، يعني هو من حقهم يتعلقوا باي حاجه في الماتش ده، يعني اذا كان هدف شيكابالا ولا اذا كان عرض بيزو، اهم حاجه ان احنا الحمد لله خدنا الكاس. طيب وائل القصه اتفضل. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل اتفضل.
هي القصة. بس أنا بالنسبة لي مشكلتي مع المباراة دي إن هي كانت حرب الصور الذهنية. الصورة الذهنية عن الزملكاوية هما دايماً الأحق، ودايماً الأهلي بياخد حقهم بطرق مختلفة، وإن المباراة دي جات لهم على طبق من فضة علشان يثبتوا السردية دي. نعم. ولكن النادي الأهلي موروث اللي لسه كنا بنتكلم عنه قدر إنه يحافظ على صوته وألقابه اللي حقق لعيبته وبعرق لعيبته. طيب اروح وائل الامام. وائل، امتى بقى بدأ بدأت الثقه تجيلك، ولا اصلا لحد الدقيقه 87 لحظه الهدف كنت في قمه التوتر؟ لغايه لحظه الهدف طبعا اكيد كنا متوترين ان الماتش كان رايح جاي، ولكن بعد كوره زيزو اللي في القائم الاهلي بدأ في الدقيقه من تقريبا من الدقيقه 70 اهو، او ما بعد ذلك بحاجه بسيطه، الاهلي بدأ يمتلك زمام المباراه. كان الاول للاسف الهدف المبكر اللي جابه لعيبه الاهلي وبعد المعاناه اللي انا حكيتها لك في الكلمه اللي فاتت خلت اللعيبه تخاف شويه، تخاف انها تحافظ على الهدف، فتراجعوا. التراجع ده خلى المنظر الزمالك كان شكله افضل في خلال بعض اللقطات في المباراه، ولكن بعد الشوط الثاني وبعد ما النادي الاهلي بدا يستعيد الثقه ثاني، وبدا اللعيبه تحس ان لا ده جون شيكابالا جه، وبدا ممكن اللقب يروح، وبعد ما كره الشحات ضاعت بدات تحس ان الفرقه فعلا تمتلك زمام المباراه. خد بالك يا كابتن ان الكورونا كانت ضربنا اثنين لعيبه من اجمد اليو ديانج ووليد سليمان اليو ديانج. ديانج حاجه صعبه جدا يا كابتن، وكان معاهم طبعا صالح جمعه يعني، بس يعني الاثنين دول كانوا لعيبه بارزه جدا جدا صحيح. في نص الملعب، فانت بتتكلم في فريق ناقص لعيبه مؤثره. خبره وليد سليمان بالذات مهمه جدا، لان ريحه الحبايب زي ما انت عارف، فكانت هتفرق معانا جدا. ولكن الثقه زي ما انت بتسال يا كابتن بدات تجيلي في اخر 20 دقيقه، كنت متاكد ان الاهلي بيقرب بس ما كنتش عارف الدنيا هتروح فين. خليني اسالك يا كرامي، هل كنت بدات تجهز نفسك هتعمل ايه على السوشيال ميديا؟ وكنت بتجهز نفسك ايجابي ولا سلبي؟ كنت ما احنا كنا كورونا بقى، فكنت مجهز نفسك في اي اتجاه، خاصه زي ما قال كده يعني محمود، وان المباراه راحت وجت اكتر من مره، قائم هنا وقائم هنا، وهذا يلعن القائم ده وهذا يبارك للقائم ده وحدوته يعني. كنت بدات تجهز نفسك ازاي وانت راجل يعني بتحب السوشيال، وكلكم يعني ما شاء الله من الاقوياء على السوشيال ميديا؟ والله يا كابتن انا الصبح دايما اكتب تويته فيها كل حاجه عن اللي هتحصل. كويس. يعني انا دايما لما بنسى النتيجه ما بتبقاش مظبوطه يعني. فانا بصراحه خالد نبيل مهندس معانا على تويتر كنت في صفحه اسمها نص تويتر. ايوه صح. هو بيرسم كويس وانا بكتب. حلو. فكنا عاملين صوره لمحمود الخطيب على بيانو كده وهو مايسترو. وكتبنا النص تويتر الصبح. ايوه. وبعدين سبحان الله عملنا حاجه القفشه. سبحان الله. مش عارفين. وعندي التويتر دي يا كابتن يعني. حلو، ابعتها لنا لو سمحت. عليا الاثنين. وفضلنا محتفظين بيها بصراحه. يعني انا ما كنتش متخيل الفرحه تبقى كده يعني. احنا مطمنين بس نادي الزمالك، مطمنين بس لينا صفقه في 94. نعم. مطمنين لكن الماتش لا يعوض بدوري ابطال. نعم. عارفين انتوا كويس. بعد ما الكوره ضاعت بتاعت حسين، بعد ما الكوره ضاعت بتاعت سيدو، الكوره وهي رايحه كابتن للاسف الكوره بتاعت التلفزيون ما جاتش. فلما قفشه خدها على طول. نعم. وكلنا كانت فرحه كبيره شربناها بقى على السوشيال ميديا. لو تفتكر يا كابتن البطوله دي كانت جايه بعد سنه صعبه جدا. ده صحيح جدا صحيح جدا صحيح. نعم. اعلاميا وكل حاجه كانت النادي الاهلي، فكانت الفرحه السريه بتاعت النهارده اللقب الاهلي. طيب خلينا عشان بختم الفقره لازم ابدا بيك، يعني لحظه الهدف واحساسك ان الاهلي توج بالبطوله، ها قول لي حصل ايه كرامي؟
لا كنت على الترابيزات ورقصت وغنيت، وكنت انا الكاب بتاع الكابتن اللي انا كنت فيه، نعم ومنظر عمري بستغرب نفسي نعم انت بتعمل كده ازاي يعني، بس ده الاهلي، ده الأهلي. هو الاهلي كابتن، الحاجه الوحيده اللي بتشيل اي حساب يعني، نعم. انت بتبقى عامل زي الطفل فعلا، بتفرح ما اكترها الفرحه، بس لانها كانت على نادي الزمالك حبيبها، ولغايه النهارده يعني من السوشيال ميديا بنحسب الجمعه رقم كام، نعم القضيه رقم كام، وجبنا زيها في السله، وجبنا نعم في الهاندبول، وجبنا صحيح زيها في الفولي بول، فتفضل القضيه بتاعت قفشه اكبر فرحه في تاريخي كله، في تاريخي انا شخصيا، تاريخ اي مشجع. امينه نفس السؤال. فرحة ملهاش مثيل يا كابتن، يعني ولا في غيره يفرحني، دي مش مجرد جملة أو مجرد شعار، يعني نعم دي حقيقة الأهلاوية دايما حاسين بيها. وبعدين بقى دي كانت يعني بداية من تاني سيطرة وهيمنة الأهلي على صح إفريقيا من جديد، دي كانت الانطلاقة يعني، فما فيش أحلى من كده. ما فيش أحلى من كده. محمد، لحظة الهدف نفسها بتاعت قفشة. بس يا كابتن هو نطيت في الهواء وودي ربنا يديله الصح، نط كمان وانا عارف مين كده شال التاني، ايوه بس كانت فرحه ما تتصدقش حقيقي. نعم عرفت ساعتها يا رب يكتر يا رب، ساعتها ايقنت ان الاهلي خد البطوله. ده حقيقي، ده كنت نازله على فخد قفشه، انا عارف انا قلت جون، واحد لعب كوره شويه يعني، نعم عارف ان دي جون وائل. ساعتها الحمد نعم لله قلت الحمد لله. وائل قفشه خد مكافأة عالية جدا، وأنا دفعت مكافأة غالية جدا للناس اللي في البيت، فعلا أغلى خاتم جبته يا كابتن بسبب هدف قفشه. طب أكيد كانت أسعد واحدة في الدنيا تقول لك ربنا يعني يخلينا قفشه. يعني عايزة كل أسبوع ولا كل شهر قفشه. بس ده أظن دفعته وأنت مبسوط قوي يا وائل. ها أنا عايز أقول لك حاجة يا كابتن. قول لي. طبعا يا كابتن، هدف قفشه اللي خلاني يعني ممكن حضرتك تتفاجئ، هدف قفشه اللي خلاني افتح حساب على تويتر. لا والله والله يا كابتن، ولا كنت بفتح. فتحت الحساب وانطلقت بعد الهدف بنص ساعه فتحت حساب. يعني هدف قفشه وشه حلو على المدام، الخاتم اغلى خاتم جاله هديه، وكمان انت انطلقت على تويتر وبقيت واحد من اهم النجوم ما شاء الله يعني. خلاني اتفاعلت، كنت قافل الحساب. نعم شكرا. وائل انا بشكرك شكرا جزيلا، اكرامي بشكرك شكرا جزيلا، محمد سامي بشكرك شكرا جزيلا، امينه بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اطلاله سريعه جدا، ودي بدايه، لكن ان شاء الله هيكون لنا لقاءات كتيره جدا، بس احنا عشان مخصصينها عشان القضيه فكان الحوار بالقضيه، لكن بعد كده هيبقوا معانا زملائنا واصدقائنا الافاضل دول، وايضا غيرهم من المحترمين المؤثرين جدا على السوشيال ميديا، وده اللي انا قلته من اول حلقه لو تتذكروا، يبقى عندنا تواصل وانتم هتبقوا نجوم حلقات كتيره جدا، بشكرهم شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نحتفل بابنائنا، انتوا عارفين السهره هتحلى مع محمد سراج ان شاء الله، عندنا كلام كتير جدا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لكن عندي سبعه من ولادنا نجوم منتخبنا الوطني الناشئين اللي فازوا ببطوله شمال افريقيا وتاهلوا للبطوله الافريقيه، سبعه من ابناء الاهلي، بلال عطيه وعمر العدوي ومهند الشامي وزياد ايوب، دول نجوم الفقره الاولى، ثم الفقره الثانيه هيكون حمزه عبد الكريم وياسين ياسر وحمزه الدكوي. بفكركم بالهاشتاج بتاعنا اسبوع القضية. طيب
الحقيقه اللي حصل للاولاد دول لو حصل مع فرقه كبيره كانت ممكن تنهار. واسالوني انا راجل يعني لعبت منتخب ولعبت نادي فترات طويله جدا، لما ابدا بطوله بخساره بخماسيه ده امر شبه مستحيل. للكبار عشان يرجعوا ده محتاج شغل بدني ونفسي وفني وكل حاجه من في غايه الصعوبه. من هنا بتوجه بالتحيه لجهازهم الفني بقياده كابتن احمد الكاس، خلينا اقول الجهاز كله، احمد الكاس المدير الفني، وليد مهدي مدير المنتخب، محمد ابراهيم المدرب العام، رامي عادل المدرب المساعد، احمد فوزي مدرب الحراس، محمد الصايغ المنسق الاعلامي، دكتور عمرو طه الطبيب، دكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، دكتور مجدي وكوك اخصائي التاهيل، دكتور علاء الجاري مخطط الاحمال، محمد السيد التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، لانهم عملوا دور كبير جدا مع الولاد دول. لكن الولاد دول بقى ان هم يرجعوا وبعدين يبقوا خسرانين من الجزائر 1-0 وكسبوا 2-1. انا كنت في اسكندريه ساعه ماتش الجزائر وعمال اتابع فلقيت 1-0 فاتضايقت بتاعه، رحت نازل وماشي في الطريق وبعدين ببص لقيت 1-1 فتابعت المباراه على الموبايل، كنت طاير لما بقت 2-1. بعدين يرجعوا يكسبوا تونس يبقوا متاخرين 1-0، تعادلوا، تاخروا 2-1 يتعادلوا، ولا مفر ولا بديل عن الفوز، يكسبوا في الوقت الاخير 3-2، ثم من هزيمه في البدايه بخماسيه امام المغرب الى فوز في النهايه على ليبيا بسبعيه وتصدرهم، لان تعادلت الجزائر مع المغرب ومصر فازت بالبطوله، ودي للمره الثانيه، بس دي كانت التصفيات المؤهله. خلينا نرحب باولادنا صغيرين اللي هيبقوا نجوم المستقبل ان شاء الله القريب. بلال عطيه احد هدافي البطوله اللي جايب 5 اهداف في هذه البطوله واحد ابناء النادي الاهلي. ازيك يا بلال؟ الحمد لله يا حبيبي يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. منورنا. شرف لي ان اكون موجود مع حضرتك النهارده على قناه النادي الاهلي. احنا متشرفين بيك. اول مره في قناه الاهلي؟ لا دي ثالث مره بس المره دي لاعب منتخب مصر وهداف منتخب مصر. طلعت هداف البطوله ولا لا؟ هداف البطوله الحمد لله. حاجه جميله جدا. فين الكاس بتاع هداف البطوله؟ لا هم بقى ما مفيش؟ لا مفيش. ما انا هعمل لك كاس. ازاي؟ مهند الشامي مساء الفل يا مهند. مساء النور يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبرص البر ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو وجميل؟ الحمد لله كابتن. منورنا يا مهند. نورك كابتن. كمان معانا عمر العدوي مساء الفل يا عمر. صح يا كابتن. قعدنا متلخبطين عمر عبد العزيز وعندنا عمر عبد العزيز الحارس، انا قلت يا جماعه هو لاعب حارس من غير ما اخد بالي ولا ايه؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك؟ الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ازيك يا زياد؟ اصل زياد ايوب ده بقى انا ليا قصة مع جده، صح كده؟ آه الله يرحمه. ومع اسرته وهم قرايبنا بقى من شبين الكوم وناس جمال وحبايبنا من زمان. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا كابتن؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. والف الحمد لله على السلامة. الله يسلم. خلينا نبدأ بالنجم بتاعكم. ماشي. بلال صح كده؟ صح. تعالى يا بلال احكي لي بقى، يعني البداية صعبة جدا والشكل ما كانش حلو قدام المغرب، خسارة بـ5، ايه اللي حصل؟ والله احنا اول حاجة بنحمد ونشكر ربنا على كل الحمد حاجة الحمد لله طبعا على الصعود. نعم احنا اول ماتش ده الخسارة التقيلة ده احنا اتخطفنا صح. فالماتش ده بعديه كابتن احمد الكاس خلاص خلصنا الماتش، دخل لكل واحد الاوضه بالليل بعد الماتش. لكل واحد؟ لكل اتنين اوضه، اتنين في الاوضه. تمام. فضل يتكلم معانا ويقول لنا احنا هنبدا من جديد الماتش ده، ماتش نعديه خلاص. وانا كابتن المنتخب جمعت اللعيبه واتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نركز في اللي جاي. كان دورك صعب. ونقرب من ربنا اكتر. والحمد لله يعني ربنا كرمنا. انتوا واخدين البطوله دي قبل كده؟ خدناها، كانت في شهر 4 اللي فات. البطوله وديه. ايه الفرق ما بين البطوله دي والبطوله دي؟ حسيتوا بقى النادي مؤهله و و و وكنا لاعبين مع المغرب كويس اظن. ايوه البطوله الوديه ده احنا كسبنا، خدنا البطوله برضه بس ما كانت عاديه، لكن البطوله دي حسينا ان افريقيا وكاس عالم. نعم. فكانت حاجه كبيره لينا يعني. مهند احكي لي تطورات البطوله معاكم، يعني امتى حسيت انه لا الله لا قدر هنخرج، لا احنا ممكن نوصل، احنا ممكن نكمل؟ لا احنا الحمد لله كتبنا معانا وقفلنا على بعض. قفلتوا على نفسكم؟ قفلنا على نفسنا جامد، وكل يوم كنا بنتجمع مع بعض ونتكلم مع بعض ولسه في امل يا رجاله، احنا مش هنطلع، احنا قد المسؤوليه مش وان شاء الله خلاص بقى دوركم. دلوقتي بتفكروا ازاي تكملوا. كابتن احمد يجمعنا لصلاه الفجر، كل صلاه نتكلم مع بعض، كل صلاه الفجر على طول. كل ما شاء الله. كل يوم نصلي الفجر نتكلم مع بعض والحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا. طيب عمر انت لعبت 3 مباريات اساسي ولعبت في مباراه المغرب في الدقائق الاخيره،
دي تاني بطولة تلعبها ولا؟ لا الأولى. الأولى. آه. إيه سبب تأخرك في الاختيار للمنتخب؟ واحكي لي بقى الأجواء نفسها، لأنه الحقيقة المغرب من البلاد الجميلة ومن الشعوب اللي بتحبنا. آه. بيشجعوا فرقتهم، لكن بتحس دايما إن هم قريبين من المصريين شوية. لا هو طبعا أنا الحمد لله على كل حال يعني دايما ربنا بيجيب الخير. وإن أنا ما روحش البطولة يمكن كنت هروح اتصاب، يمكن كان فيها ضرر ليا فربنا بعدها عني. أيوه. وبالفعل الحمد لله رحت البطولة الرسمية. أيوه. وأديت الحمد لله أداء يعني كويس. أنت أصلا منين؟ أنا من القاهرة. منين من القاهرة؟ ما أنا عارف. من المقطع. انا ما عندناش غير بس مهند اللي من دمياط راس البر، مش كده؟ من المنصوره. والله منصوره. المنصوره دي جابت لنا نجوم كتيره جدا يعني. وانت يا محسوب على شبين ولا محسوب على القاهره دلوقتي؟ يعني القاهره. محسوب على القاهره. صحيح يا زياد لك ما شاركتش، بس كنا شايفين روحك وشايفين كلكم كمجموعه. اظن ان قصه المجموعه دي فرقت جدا معاكم. هو احنا ما كانش بيفرق مين اللي جوه ومين اللي بره، احنا كنا كلنا يعني فرقه واحده. متجمعين قافلين على نفسنا، بالذات كمان بعد الماتش بتاع المغرب كان يعني في حته كده كل واحد ساعات برضو بيكون بيفكر في نفسه. انت يعني انا اتفرجت على ماتش المغرب بالكامل. انا شايفكوا وعارفكوا فرقه كويسه، بس المياه دي مش الفرقه خالص ولا المنتخب خالص. وحاله ارتباك يعني، داخل فينا جونين في اخر المباراه خلوا الشكل وحش. يعني قول لي كنت حاسس ازاي وانت رغم انك ما بتلعبش، كنت بتتعامل مع اللعيبه ازاي؟ بتقول لهم ايه لزملائك؟ في وقت اللبس لما كنا خسرين 1-0 احنا بدأنا الماتش كويس يعني. صحيح. بدأنا كان الماتش في الاول كنا بادئين كويس، كنا ممكن نجيب جون واتنين. نعم. بس دخل فينا جون في اخر الشوط الاول، فنزلت لهم الاوضه وقلت لهم يلا ولا يهمكم ان شاء الله هنجيب. لازم ان احنا يعني نجيب في اول ربع ساعه في الشوط الثاني. خسرنا من المغرب. وبقت النتيجه ثقيله. قول لي بقى، ما هو انت اللي بيبقى جوه الملعب يعني بيبقى مش طايق نفسه. انتوا بتبقوا اهدى شويه. ايه اللي حصل ما بينك بقى وما بين زملائك، او خدت مين الاقرب ليك بدات تتكلموا؟ انتوا سبعه من النادي الاهلي برضو. كلكم مجموعه واحده، ما فيهاش الاهلي ولا زمالك ولا انبي ولا حاجه يعني. احنا اول ما بنخش يعني يعتبر كده بننسى النادي، احنا بنفكر في المنتخب. حلو. واحنا يعني اسره برضو مش بس فريق. وكنا بنجمع بعض، وبعد ماتش المغرب يعني زي كده كان في حاله احباط شويه. نعم. وكنا لازم ان احنا نركز كويس. صح. وكنا بنعمل مواعيد للصاله، احنا كنا عاملينها من الاول بس كنا مركز فيها اكتر. مواعيد للصاله زي ما هي، في مواعيد للاكل ومواعيد للنوم، وكنا بنسحب التليفونات عشان محدش يظهر. حلو. وركزنا كويس قوي ان احنا. مين مختص صاحب التليفونات؟ بلال ولا بيسحب؟ بلال. كابتن رخم؟ يعني لا لا ظريف. اللي يعرف كده مع اللعيبه. كنا مركزين قوي ان احنا خلاص كده ما فيش اي ما ينفعش ولا تعادل ولا خلاص ما ينفعش. ما قدمناش كلام ماكسيم. وحتى في اول ماتش الجزائر كنا متاخرين، بس كنا ما كانش في اي حد يعني فقد الامل. كان كلنا ايه يعني على ايد واحده كده ان احنا هنكسب، يعني هنكسب. صحيح. مش فارقه بقى امتى، في الدقيقه 90 في الدقيقه 10 كنا متاكدين ان احنا هنكسب، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الاول والثاني في اول الشوط الثاني. نعم. بس طيب، واحسن حاجه خلتنا ان احنا نصعد ونكمل هي التاهيل النفسي. التاهيل النفسي. كابتن كل الجهاز الفني بنشكرهم. كابتن وليد طبعا، وليد مهدي مدير المنتخب شاطر. وليد عنده البابا بتاعنا ده كبير. هو بيهزر معانا كتير وبيقعد معانا شاطر وليد، وبيدينا محاضرات والله بيقعد معانا كتير وبتاع وبيكلمنا، وده احسن حاجه يعني اللي خلتنا نصعد الحمد لله. بس الكاس كمان، الكاس ده حبيبي اصلا. لا ده هو لوحده يعني، ده اب لينا يعني، غير ان هو اكتر مخلوق في الدنيا. طبعا. خمس اهداف، قول لي بقى الخمس اهداف كانوا في مين، واغلى هدف من الخمسه. جبت هدف في المغرب اللي هو ضرب الجزاء. نعم. وجبت هدف في تونس. حلو قوي. وجبت انت جبت الهدف الاولاني في تونس. في تونس. عبد العزيز زغبي جاب الجونين اللي بعد كده. تمام. يعني بصراحه ده نصايح كتيره في الكوره وبره الكوره، وان احنا نبص للاحتراف. حلو والله. علينا حتى لو حد محتاج مساعده انا معاكم. يعني بصراحه كان عامل كبير جدا في المنتخب، هو والجهاز الفني كله والاداري والطبي. جميل. خليني تاني مع مهند مع هدفنا الثالث في تونس. عبد العزيز الزغبي، عبد العزيز الزغبي كان احتياطي ونزل. وانت بلال باين حتى لا انت بدات المباراه، بدات الماتشات كلها ما شاء الله. لكن الزغبي كان احتياطي ونزل وسجل هدفين وبعدين اتوقف.
ما لعبش ماتش ليبيا خناقه حصلت وما كانش ليه ذنب فيها عيني، لكن اتوقف. مع قول لي اوصف لي بقى مشاعرك مع الهدف الثالث. احنا مشاعرنا كلنا، احنا كلنا كنا بره، كنا احنا كنا ده 85 كنا بره البطوله. نفسي وانتوا كلكم بتجروا. الدقيقه 85 كنا بره البطوله بالظبط، في الدقيقه 87 ولا 88 احنا صعدنا الحمد لله. صح، زي ما قلت لحضرتك احنا الروح اللي بره هي اللي خلت صح. بقى بالنسبه لكم اللحظه دي يعني لو قعدنا نعيدها 5000 مره هتبقوا عايزينها 550000 مره. بصراحه يعني فعلا زي ما مهند قال الدقيقه كانت 80 احنا بره البطوله. 80 بره البطوله. احنا كنا بره 80 كنا لسه خسرانين. ايوه 2-1. بس يعني سبحان الله انت يعني حتى النادي الاهلي وعلينا نلعب لحد اخر دقيقه يعني يعني بصراحه الروح اللي انت تحاول لحد اخر ثانيه وربنا يكرمك بجونين يعني فعلا احنا تعبنا وفعلا ربنا ورانا ده بان احنا نجيب جونين في اخر الاوقات. يعني عندك توقع وانت قاعد بره عندك توقع ان احنا ممكن نكسب؟ طبعا انا كان عندي ثقه في ربنا ان احنا يعني ربنا ما يضيعش تعب حد. جميل. احنا كنا من سنه قبليها عمالين بنحضر في معسكرات وماتشات وديه ومباريات كتيره عشان نقف على رجلينا، والحمد لله يعني جيب نتيجه كويسه ما شاء الله. زياد بقى لنا 13 او 14 سنه ما وصلناش للبطوله دي. صح، احنا تاهلنا مع الجيل بتاعكم ده والبطوله قريب اظن شهر 4 يا اما في مصر يا اما في كوت ديفوار يا اما في جنوب افريقيا. لا لسه ما اتاكدتش حتى هذه اللحظه، ما تمش تاكيدها. واخر بطوله كانت سايبه انطباع وحش رغم انها كانت في مصر خدنا نقطه واحده وكانت النتائج مش جيده يعني. قول لي بقى بتفكر اول حاجه طبعا لازم تفكر تكون موجود مع الفرقه باذن الله ان شاء الله. هتعيش بقى ازاي البطوله دي وتفكر فيها ازاي خاصه انها هتفرق معاكم في المستقبل قوي باذن الله؟ هو يعني ان شاء الله المفروض ان العدد بتاع الفرق اللي هتطلع من بطوله امم افريقيا يعني فيها كاس عالم. فيها كاس اربع عالم. فرق فاحنا ان شاء الله يعني يعني بس نأدي في كذا ماتش ونعمل نتائج كويسه واحنا هنوصل لكاس العالم ان شاء الله. وكاس العالم ده حلم يعني، حلم بيتحقق حقيقه. يعني في فرق عندنا اولمبياد بس احنا بقى عندنا كاس عالم. حاجه برضو لازم نحافظ عليها ولازم نشتغل علشان نوصل لها. جميل. واحنا الحمد لله يعني تقريبا خدنا اول خطوه ان احنا نروح كاس العالم. حلو. محتاجين نركز ونقفل على نفسنا كويس ونكمل المعسكرات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قول. ولازم ان احنا نكمل نعمل معسكرات يعني، لازم خلاص احنا يعتبر كل واحد احنا لعيبه محترفه. كلكم يعني موقعين عقود في النادي؟ كلكم. تمام. فلازم ان كل يعني لازم كل شهر بقى في تجمع. صحيح. لازم يبقى في معسكر كل شهر. وبرده احنا بقينا يعني قبل كده المعسكرات ما كناش بنبقى مقفلين على بعض، دلوقتي احنا كلنا اصحاب، كلنا فرقه واحده. حلو. يعني كلنا قلبنا على قلب بعض. ما حدش بيفكر في نفسه. كلنا دلوقتي بنفكر في كاس العالم عشان كاس العالم ده كله يعني ان شاء الله احتراف. حلو. يعني انتوا رايحين هدفكم كاس العالم. ان شاء الله. والكاس ده كمان ان شاء الله تبقوا تاخدوه كاس افريقيا ده قريب باذن الله، تتأيدوا الفريق الاول قريب باذن الله. مين مثلك الاعلى في محليا ولا ده وده؟ محليا علشان انا بلعب مهاجم. عماد متعب. عماد متعب. كابتن عماد متعب. ده انت جبت نشنت. فرود فرود يعني. حتى الكابتن علاء عبده كان بيشبهني بيه، بيقول لي انت هتلعب زي. طب جميل. عماد متعب. وبره مصر محمد صلاح طبعا. طبعا. ورونالدو. حلو قوي. وحضرتك يا استاذ عمر؟ انا في مصر بحاول ابقى يعني هجومي زي كابتن امام عاشور ودفاعي زي كابتن مروان عطيه. حلو قوي. يعني بحاول ادي الاثنين. عامل الكوكتيل. وبره مصر؟ وبره مصر بحب بصراحه دي بروين. دي بروين طبعا. نجم مانشستر سيتي الجميل. كبير جدا. ما شاء الله. بس هو هادي كده ولا قدامنا بس هادي؟ لا هو هادي. عنده هو هادي كده. طيب كده طيوبه كده. مين اكتر واحد عفريت؟ عفريت؟ زياد؟ لا لا. امال مين؟ مهند. مهند مش باين عليه خالص يعني، عامل فيها ال 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 الوديع الجميل. بس هو الفاكهه بتاعت المعسكر مهند. طيب. واحد اسمه عمرو عادل كده. عمرو عادل. عمرو عادل بيلعب فين؟ عمرو عادل في زد. في زد. ده الحارس. ده مايطه بقى مؤلفين مع بعض بقى والمشبك والحاجات الحلوه الجميله. ده مايطه دول خلي بالك عكس ما شاء الله كرمه جدا ولا هو بخيل معاكم في المعسكر؟ لا لا كريم. لا مهند. لا لا بتدر و الحمد لله. بيدفع ولا لا؟ لا لا بيدفع 100 100. قول لي بقى يعني النادي الاهلي ورؤوس الحربه وبنشوف ما شاء الله موسيالا في بايرن ميونخ، بنشوف لامين جمال في برشلونه والصغيرين، وانت وحمزه منورين قوي، منورين منورين بسم الله ما شاء الله.
خلاص بدات تجي لك بقى فكره انه عايز اتمرن فريق اول ونفسي مستر كولر يشوفني ونفسي اتمرنتش ولا مره مع الفريق الاول؟ ما لعبتش تقسيمات خالص ضد الفريق الاول؟ لا لسه خالص. نفسي اطلع والله هطلع كل اللي عندي والله انا بكتب من دلوقتي عشان اطلع. حلو انت جايب جون، قلت لكم هتقولوا جون لوحدها جهزوها في الجزء الثاني ان جهزها له لوحدها لانه يستاهل. قول لي بقى، وحلم كاس العالم ده حاجه حلوه عشان يبقى الاول خلينا في حلم كاس العالم. يفتحوا لنا باب الاحتراف، كل واحد نفسه يحترف. بس احترف فيه انا يعني اسبانيا عادي، انجلترا اي حاجه. اسبانيا انجلترا شايف انه عندك المقومات؟ طبعا. فين في اسبانيا؟ ريال مدريد. بتضحك ليه؟ ريال مدريد. وراح نلعب في ريال مدريد. انا بحب كريستيانو اصلا عشان محمد صلاح نجم النجوم ما شاء الله، وكان زيك كده وكان كمان اقل وبنى نفسه بنفسه يعني. يعني نقول بلال عطيه نجم ريال مدريد ان شاء الله. ان شاء الله. تحب كريستيانو؟ بحب عشان هداف طبعا. عشان هداف طبعا. جميل. مهند تحب مين؟ مثلك الاعلى مين؟ ونفسك تبقى زي مين؟ واحلامك للمنتخب كاس العالم والفريق الاول؟ وعلي معلول ان شاء الله ربنا يرجعه لنا بالسلامه. يا رب ان شاء الله. تحب علي معلول؟ احب اتعلم منه. انت اشول؟ بس كلهم بيقولوا انت باك ليفت حكايه. اتعلم منه كورسات يعني. والله كلهم قالوا لي باك ليفت حكايه يعني. زي ما لعبتش كتير بس ما شاء الله الروح بتاعت الفرقه كلكم على بعضكم. كورساته دواء، بيعمل كورسات على طول للدماغ. هنا انا وحمزه عبد الكريم بالدماغ. مع انك مش طويل قوي بس ما شاء الله. انا كنت بلعب فيرو زمان اصلا. عشان كده دماغك كويسه. تفاهم ما بينه ومنصور ودماغ بقى. علي معلول. وبره مارسيلو. بحب انا اهاجم وشو حرفنا وكده. ان شاء الله يعني حلمنا ان نطلع فريق اول ان شاء الله، واخد كاس افريقيا وعلى الاحتراف ان شاء الله. زعلان باذن الله. باذن الله ان شاء الله. بلال عطيه، مهند الشامي، عمر العدوي، زياد ايوب، الف مبروك. نورتوني بجد كابتن نورك. شرفتوني. بس خد اللي انت، قول اللي انت عايزه. عايز اشكر بس بابايا ومامتي اللي واقفين في ظهري على طول. يلا اشكر واخواتي. بس كنت عايز اشكر. عايز تقول اي حد؟ اشكر عم شريف العامل عشان تعب معانا كتير والله. عم شريف. انا قلت شريفنا عيب. طيب عايز تشكر حد تاني؟ الوالد والوالده وعم شريف. حد تاني؟ مامتي واخواتي. واخواتي. ها عايز تشكر مين؟ انا حابب اشكر والدتي ووالدي وحسن. وحابب اشكر اولا خالي حسن. قول خالي حسن. قول لك حسن. طب انا اعرف حسن منين؟ قول لي. حابب اشكر الكابتن بدر والكابتن محمد شوقي والكابتن وليد سليمان. من غيرهم الحمد لله ما كنتش اروح المنتخب. حابب اشكرهم وحابب اشكر الجهاز الفني وحابب اشكرهم كتير. تشكر مين؟ طبعا بعد فضل ربنا ابويا وامي، وطبعا يعني النادي الاهلي كله يعني بصراحه. احنا زياد عايز اشكر ابويا وامي اللي على طول واقفين في ظهري كده. خليك زينا كده زي الطنطاويه. ابويا وامي كده والحاجات دي. يلا واخويا واختي واصحابي اللي واقفين في ظهري. واشكر كابتن حسن كفته كان على طول بيكلمنا. وكلمنا بعد ماتش المغرب كمان على طول بينا تواصل يعني. وبشكر كابتن محمد شوقي وكابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان والجهاز الفني كله، كابتن احمد الكاس وكابتن وليد مهدي، مش عايز انسى حد. طيب والجهاز كله بتاع المنتخب. ربنا يكرمكم يا رب. واحنا بالنيابه عن مصر كلها بنشكرهم لانهم عملوا حاجه جميله جدا جدا. بنشكرهم مره ثانيه، واتشرف ان انا اقول اسمائهم مره ثانيه. بلال عطيه نجم المنتخب وهدافه، الف مبروك. شرفتني ونورتني. مهند الشامي، الف مبروك. شرفتني ونورتني. عمر العدوي، الف مبروك شرفتني ونورتني. زياد ايوب، الف مبروك شرفتني ونورتني. شرف ليا. ربنا يخليك. هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا حمزه عبد الكريم وياسين ياسر وحمزه الدجو. نتواصل بالاحتفال بابناء النادي الاهلي، ابناء مصر اللي حصدوا بطوله شمال افريقيا وتاهلوا الى نهائيات بطوله افريقيا لاول مره منذ سنوات طويله. وصلنا اكثر من 13 سنه. ياسين ياسر مدافع المنتخب، ظهير ايمن المنتخب. منور ياسين. منور حضرتك يا كابتن. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. حمزه عبد الكريم مهاجم المنتخب، ازيك يا حمزه؟ الحمد لله يا كابتن. منورنا والف مبروك. منور يا كابتن، الله يبارك فيك. يا رب كده موفقين يا رب ان شاء الله. حمزه الدجوي، ازيك يا حمزه؟ الحمد لله يا كابتن. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني انت من يعني الناس الاوتاد، لانه الاربع مباريات كلهم من اولهم لاخرهم الحمد لله لعبتهم ما شاء الله. انت مدافع المنتخب الوطني، احكي لي شويه ظروف البطوله، البدايات الصعبه، انتوا مسافرين الاول طموحاتكم، الصدمه بتاعه المغرب، وبعدين طلعتوا منها فقتوا ازاي؟ طبعا ماتش المغرب كان صدمه كبيره بالنسبه لنا ولينا كلنا.
صدمه. تقدر تقول يا كابتن اللي هو كان يوم اوف بالنسبه لنا يعني. صحيح. كان يوم صعب، يوم صعب لكل اللعيبه، اللعيبه كلها ما كانتش موفقه. كانت طبعا خضه كبيره، خضه، بس الحمد لله يعني الجهاز الفني كله يعني اتعامل معانا نفسيا كويس جدا. وبالاخص صراحه كابتن احمد الكاس دخل دخل لكل لاعب اوضته. نعم. واتكلم معاه ومحملش لحد المسؤوليه، شالها كلها. شال المسؤوليه. نعم. كلها. وطبعا حفزنا، واحنا كنا يعني كنا يعني متفقين ان دي بدايه ان شاء الله. لان طبعا حصلت في حتت كتيره زي الارجنتين خسر اول ماتش وخد كاس العالم، فاحنا كنا واخدينها كعبره. كان بيضرب لكم الامثله دي كابتن الكاس؟ كان بيضرب لنا الامثله دي، واحنا كنا بنضربها لنفسنا. وكنا يعني متاكدين ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه كبيره وهنرفع راس مصر. كنتوا متاكدين بعد المباراه الاولى؟ اتعهدتوا على كده؟ حافز لينا. حافز. عملتوا من الهزيمه حافز. صح. ما شاء الله. طيب ياسين، لعبت مباراه ليبيا الاخيره، لكنه الاحساس كده انه انتوا كلكم كده كنتوا فريق واحد، كنتوا ايد واحده. بالتاكيد وانت بره بتبقى مهمتك اصعب من اللي جوه، اللي جوه نفسه تعبانه، خساره، هزيمه قاسيه، بالتاكيد بيبقى لك حد قريب منك، اتنين تلاته، انتوا كتيم كلكم مجموعه. لكنه مين الاقرب بقى ليك اللي بدات تتكلم معاه، عايزين ننسى المباراه دي، عايزين نفكر في اللي جاي، خصوصا ان الجهاز عندكم سواء كابتن كاس او كابتن وليد مهدي قاموا بالدور على اكمل وجه. اول حاجه بس احب اشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، وان شاء الله تكون حلقه كويسه. احنا اللي بنشكركم، انتوا اللي بتنورونا. احب ان نكون مع حضرتك في برنامج على قناه النادي الاهلي. تنورونا. فاول حاجه طبعا احنا فكرنا فيها بعد مباراه المغرب ان احنا نقفل الصفحه دي خالص. واول حاجه كابتن احمد الكاس دخل لكل واحد اوضته، قال له ولا كان اي حاجه حصلت خالص. والمسؤوليه هتبقى عليا انا، يعني مفيش حد خالص، رفع عنكم الضغوط كل حاجه. ما شاء الله. فدي حاجه ساعدتنا جدا ان احنا ما نخذلوش خالص في اللي جاي. ان المباراه اللي جايه لازم تكون كلها مكسب. ايوه. فالحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالماتشات الثلاثه اللي جايين. قربت من مين بقى؟ اتكلمت معاه شويه يعني، عايزين ننسى الماتش ده، عايزين يعني كابتن الكاس عمل الحاجه الافضل وهي انه شال من عليكم الضغوط، لكن انت اكيد كل واحد ليه حد قريب منه. انا طبعا رحت لبلال لان هو كابتن الفرقه. بلال. حاولت ان انا اقول له نجمع الفرقه، نجمع اللعيبه كلها مع بعض، ننسى ماتش المغرب، لان هو كان سوء توفيق كبير جدا لكل اللعيبه. فدي كانت. صحيح. حاجه يعني كانت حاجه صدمه لينا. فرحت له قلت له لازم نجمع اللعيبه كلها ونعمل محاضره ان احنا نتكلم مع بعضينا، خلاص انسوا الماتش المغرب ده، في متوشه كبيره، في متوشه جايه كتير. صحيح. كبيره. وان احنا الماتش المغرب ده ممكن ننسيه لاي حد. ان احنا لو كسبنا الماتشات اللي جايه دي كلها ان احنا خلاص هننسيه ماتش المغرب. حلو قوي. فده بلال قدر يعني يعمله. وجمعنا هو كابتن الفريق وقعد يتكلم معانا والحمد لله يعني ربنا كرمنا. حمزه عبد الكريم من اسره كلها بتلعب فولي. كابتن منى عبد الكريم، كابتن مصر، ويسرى عبد الكريم. حد تاني منهم غيرهم بيلعب فولي ولا؟ بابايا كمان. برضه كان بيلعب فولي. كان بيلعب فولي في الاهلي برضه. في منتخب مصر. هم السبب اللي ودوك النادي الاهلي اصلا؟ هو العيله كلها اهلاويه يعني. احنا عارفين طبعا. ويعني حبنا للاهلي يعني ما يتوصفش برضه. والعيله كلها يعني ظهرنا في ظهر بعض. وماتش برضه نتكلم على البطوله يعني وكده. ان البطوله حقيقه كانت صعبه وكانت صعبه. لا انت اصلا ايه اللي وداك على الكوره وراش على الفولي ليه؟ وده السؤال الاولاني. نعم. وجسمك ما شاء الله طويل وزي الفل. انا بحب العب فولي برضه. والله؟ لعبت شويه فولي؟ بلعب. بس مش مسابقات. لا 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 في الودي كده. ماشي. بس يعني هتكلم عن البطوله. اتكلم عن البطوله يلا. البطوله يعني حقيقه كانت صعبه، كانت صعبه علينا كلنا، بالذات الجهاز كله، الفني والطبي والاداري. والحقيقه اللعيبه كانت يعني كلنا كنا ايد واحده. والكابتن احمد الكاس يعني وكابتن وليد وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي وكابتن فوز، مش عايز انسى حد يعني. ايوه. بس الحقيقه اللي هم قاموا بدور كبير قوي، اللي هم الناس، لان في جيل صاعد قوي ونطمنهم يعني. انت بتسجل الهدف الثاني في الجزائر لان احنا كنا مغلوبين واحد. ما اتعادلنا والهدف الثاني برضو ما جاش بدري شويه يعني. هل ساعتها بدات تحس ان الحمد لله خرجنا من كبوت المغرب وممكن نتاهل؟ هو حقيقه ثاني احنا كنا داخلين ما بين الشوطين خسرين 1-0. صح. والجهاز برضو يعني وكابتن احمد قاموا بدور كبير، اللي هم يحفزونا اللي احنا لازم ننزل نكسب، ما عندناش حاجه غير المكسب. صح. ف وبرضو بعد ماتش الجزائر حسينا اللي احنا لا احنا رجعنا. احنا هناخد البطوله. نعم. وده اللي يعني كانت اول خطوه في البطوله دي. والحمد لله ربنا كرمنا في ماتش تونس وليبيا، الحمد لله رجعنا بالبطوله. الحمد لله. اللعب على فرصه واحده يا حمزه دايما بتبقى صعبه.
يعني انت خلاص بعد خساره المغرب الدنيا مظلمه، وبعدين بتيجي كمان ماتش الجزائر مغلوبين 1-0 والدنيا شويه بتلخبط بقى. في الملعب الدنيا مشيت ازاي معاك وانت مدافع؟ وانا عارف انت مدافع وتد، بس انا عايزك زي ما كده حمزه حكى حكايته مع الاهلي، تحكي لي بسرعه حكايتك مع النادي الاهلي وبعد كده ياسين هيحكي. انا حكايتي من النادي الاهلي، انا بقالي 5 سنين في النادي الاهلي. ما شاء الله. دخلت على الاختبارات. اختبارات عادي جدا. اختبارات عادي جدا. اللي اختارني كان كابتن جمال السيد. دخلت في سنه كابتن هشام جعفر. طبعا مر عليا كابتن كتير، مش عايز انسى حد، كابتن اسامه زكي وكابتن تامر طلعت وكابتن كابتن محمود بيومي وكابتن طبعا اللي مسكنا دلوقتي كابتن حسن كفته، ده ليه دور كبير طبعا، على طول ورانا وعلى طول بيبعت لنا في البطوله كل بعد كل ماتش. كان معاكم متابعكم. كان متابعنا وبيبعت لنا على طول كل ماتش. طبعا النادي الاهلي هو يعني اللي بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا فرصه في المنتخب. طبعا احب اشكر كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي وكابتن وليد سليمان، هم اللي بيساعدونا ان احنا نبقى متواجدين في المنتخب. كويس. واحنا اصلا يعني بنخش المنتخب عبر النادي الاهلي. نعم. فطبعا لازم احنا بنبذل اكتر مجهودنا في النادي الاهلي عشان طبعا يعني المنتخب يختارنا. حلو قوي. فالنادي الاهلي ليه فضل كبير قوي علينا طبعا في الحته دي. ماضي عقد ولا لا في النادي الاهلي؟ الحمد لله ماضي عقد. كلكم ماضيين عقود في النادي الاهلي؟ ياسين شكله مش ماضي. هتمضي قريب ان شاء الله باذن الله. لازم تمضي باذن الله. كمل. بس خلاص. طيب لا مش خلاص بقى، خلينا نتكلم على ماتش الجزائر وتحويل الهزيمه الى فوز، وانت راجل اساسي وليك دور كبير مع الفرقه. طبعا احنا ماتش الجزائر خرجنا ما بين الشوطين كنا خسرانين 1-0. الدنيا كانت مظلمه في عينك شويه ولا كنت حاسس انه في لا كنت أمل. كنت حاسس ان في امل وان شاء الله ان احنا هنرجع لان احنا كنا كويسين. كنا كويسين. وطبعا الجهاز الفني زي ما بقول لحضرتك ما بيأثرش معانا خالص، وكابتن كابتن احمد الكاس على طول حاطط ثقته فينا وهو بيقول لنا الكلام ده. طبعا حفزنا ما بين الشوطين ونزلنا واحنا ما بين بعضنا، جمعنا جمعنا نفسنا قبل ما نلعب قبل ما نبتدي الماتش. اهم كلمه اتقالت ايه قبل الشوط الثاني في ماتش الجزائر؟ لا لازم نفرح مصر. لازم نفرح مصر. اللي احنا بننقذ جيل كامل، احنا اللي في ايدينا الجيل. لا لا قول لي الكلمه دي ثاني، بننقذ جيل كامل. بننقذ جيل كامل، احنا اللي في ايدينا الجيل كله. ايه ده بجد؟ يعني احنا يعني احنا كنا لازم نكسب عشان يعني نفرح مصر طبعا. وان احنا كان في ايدينا مسؤوليه كبيره اللي احنا شايلين جيل 2008 ده كله. فكنا لازم نكسب. ما كانش في اي حل تاني. بعد المكسب بالتاكيد المعنويات ارتفعت جدا. احكي لي بقى الشكل في المعسكر كان عامل ازاي، من هزيمه قاسيه بخماسيه الى فوز مهم جدا على الجزائر بثنائيه. طبعا كان فوز مهم جدا وكل الجهاز كان مبسوط حتى اللعيبه، بس طبعا كابتن احمد الكاس جمعنا وقال لنا احنا لسه ما عملناش حاجه واحنا ما ينفعش نفرط في الفرحه. طبعا ان احنا كنا لازم نكسب الماتشين الجايين، هو قال لنا نفرح اليوم ده. وطبعا كنا لازم اليوم الثاني نبتدي التركيز عشان كان قدامنا مهمه كبيره. طبعا ماتش تونس كان ماتش صعب. بس طيب احكي لي يا ياسين عن بعد الفوز وبقت الدنيا قريبه وبنلعب بتونس، بس ماتش صعب جدا، فرقه كويسه وبعدين بتتقدم علينا مرتين، بحكي لي مشاعركوا بره وكنتوا بتتكلموا ازاي مع زملاتكوا جوه بقى، لانه حمزه موجود في الملعب وحمزه موجود في الملعب وبلال موجود في الملعب ومعظمكم ما شاء الله موجودين في الملعب، اتعاملتوا ازاي مع الهزيمه مرتين ثم العوده ثم اللقطه اللي انا جبتها لزملاتكم هجيبها لكم تاني، كلكم بقى بتطيروا على بعض فرحه الفوز وفرحه ان شاء الله التأهل. احنا اول حاجه بس احب اشكر كابتن الكاس والجهاز الفني كله لان هو جدد ثقته فينا. صح. في بعد الهزيمه فكانش حاسسنا باللي بادئ، كان قاعد دكه، كان بره السكور، ما كانش حاسسنا باي فرق خالص. كان كلنا هو بيقول لنا انتوا كلكم ولادي. فطلعوا اللي عندكم، انتوا مستقبل مصر، انتوا اللي هتنقذوا جيل 2008 وانتوا مستقبل الكوره يعني ان شاء الله باذن الله. فهو ما حسسناش باي فرق خالص من اللي كان بره اللي بيلعب ولا ما بيلعبش خالص. اذا روح الفريق هي اللي سادت اكيد. ودور الكابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كابتن رامي عادل، كابتن وليد مهدي، كابتن احمد فوزي كان واضح انها مأثره جدا عليكم اكيد طبعا، لان كان بيعمل لنا محاضرات كتيره جدا، وكابتن وليد طبعا مش قادر لازم اشكره جدا يعني. كلكم بتحبوا وليد مهدي ما شاء الله. كويس جدا بصراحه. عم وليد كله بيحبك يا عم وليد ما شاء الله، هو يستاهل يعني. هو كان على طول بعد ماتش المغرب كان يجي يجمعنا ويكلمنا يقول لنا خلاص يا رجاله يعني انتوا مستقبل وانتوا رجاله كبيره جدا وعلى قد المسؤوليه. ايوه يعني خلاص انسوا بقى ماتش المغرب. فكان ليه دور كبير جدا جدا في اللي هو برده يخرجنا من الكبوه اللي احنا كنا فيها دي. فكان بعد طبعا كابتن احمد الكاس وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي عادل وكابتن احمد فوزي. نعم. مش هقدر يعني يا رب ما اكونش نسيت حد يعني طبعا. لا هم دول الجهاز يعني كلهم حبايبنا. واحب اشكر جدا الجهاز الطبي لانه تعب معانا جدا، كان ريكفري، كان كل حاجه كان سادد معانا جدا. طيب خلينا نروح لحمزه
يعني في وسط اللي بنشوفه دلوقتي في العالم، يعني بنشوف لامين يامال، بنشوف اندريك، بنشوف مهاجمين شبان، والاهلي دايما بيتكلم على مهاجمين، وانا الحقيقه دايما بتكلم عنك كويس، دايما بتكلم على بلال عطيه كمان كويس. هل حسيت انه البطوله دي ممكن تقربك للفريق الاول، ممكن تستدعى للتمرين؟ لانه انا كمان اسمك انا عارف انه بدا يتردد، واسم بلال كمان بدا يتردد الفتره اللي فاتت. طبعا الحمد لله، والواحد طبعا حلم ليه ان هو يلعب مع الفريق الاول ويتصعد معاهم ويجيب بطولات للنادي الكبير ده. وان شاء الله قريب يعني نتصعد كلنا يعني، وعشان احنا جيل فعلا نستاهل ان احنا نتصعد. وان شاء الله هتصعد يعني، وازمه المهاجم هي يعني دلوقتي وسام مادي بشكل كويس. وسام كويس يعني، شغال بشكل كويس، وان شاء الله يعني انت نفسك تقول لهم في مهاجمين موجودين في النادي الاهلي، ما عندناش ازمه مهاجم بس بصوا علينا. هو صح، هو يعني قريب ان شاء الله، ان شاء الله يعني حاسس ان خطوه خطوه يعني ناخدها، وان شاء الله قريب يعني نتصعد ونأدي يعني بشكل كويس. حاسس ان المنتخب قربك؟ طبعا النادي اللي احنا بنأدي بشكل كويس في النادي عشان نطلع المنتخب. صحيح. وبعدين نأدي بشكل كويس في المنتخب عشان نرجع النادي يبقى النادي صعدنا مثلا كده. فاحنا النادي بيجيب المنتخب والمنتخب بيجيب النادي، فالاتنين مرتبطين مع بعض. العيال دي بتتكلم حلو كده، العيال دي شاطرين قوي ما شاء الله. ايه الجيل الجميل ده اللي بيبشر بكل خير، ده الثلاثه واللي قبلهم الاربعه ما شاء الله، حاجه تشرف يعني. طيب زملاتك قالوا انه احنا كان املنا نروح افريقيا عشان نروح كاس عالم، احكي لي امالك واحلامك في كاس العالم، بس لازم تتاهل عن بطوله افريقيا، وخلي بالك مش هتلاقي مستوى اصعب من اللي انت لعبته في التصفيات. يعني دي اصعب تصفيات، بتلعب تونس والجزائر والمغرب وليبيا. طبعا اكيد في السن ده كله عارف ان افريقيا يعني الاحجام اكبر طبعا. نعم. وكده، بس احنا في الفرقه احنا بنتعود ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل. وحتى في شمال افريقيا في البطوله كان في ضرب كتير، بس احنا الجهاز معودنا ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل، حتى لو خسرين في الاخر كسبانين نلعب كورتنا. وان شاء الله نأدي بشكل كويس في بدات في افريقيا. بتحلم بكاس العالم بتأهل؟ اكيد من بدري يعني، اكيد حلم كل واحد يعني. بس عايزين ناخدها خطوه خطوه، ما نبصش لكاس العالم واصلا ما نلعبش افريقيا. فنركز ان احنا ناخد بطوله افريقيا، ما نتصعدش بس ناخدها كمان، ونطلع على كاس عالم. وليه ما نكسب كاس عالم يعني، ايه المشكله؟ جميل، ايه المشكله؟ صحيح مفيش مشكله ان شاء الله. بتفكر ازاي في بطوله افريقيا بعد التاهل الصعب وبعد الصعوبه في البدايه، تتوج ببطوله شمال افريقيا، عندك بطوله افريقيا، بتفكر فيها ازاي؟ وتحب تبقى في مصر ولا في كوت ما بيقولوا في كوت ديفوار او جنوب افريقيا او مصر يعني؟ حابب انها تبقى في بلدنا في وسط ملعبنا؟ اكيد لازم تكون في وسط جماهيرنا وملاعبنا، لان ده هيبقى مدينا حافز كبير جدا ان احنا ناخد البطوله. واول حاجه يعني احنا بطوله امم افريقيا دي لازم نستعد لها بشكل كبير جدا، لان بطوله كويسه وبتصعد لكاس العالم. ودي حاجه كويسه برده ان خلوا بطوله امم افريقيا 10 فرق بس، هم كلنا 12 فرق، خلوا 10 فرق ولا 8، هم 12 فرق في امم افريقيا 12 منتخب، فخلوا 10 منتخبات تقريبا يعني ان هم يصعدوا كاس العالم. فدي احتماليه كبيره جدا ان احنا نكون موجودين بيها في كاس العالم. لا 10 ده في المنتخب الاول، لا هم تقريبا عملوها برده في امم افريقيا، عندكم برده 10 في الشباب. هم اعتقد عايزين يقلدوا والله زي كاس العالم اللي هو في امريكا اللي هو فرق كتير فعلا، هيعملوها 32 فريق. فرصتنا بقت اكبر ان احنا نتصعد كاس العالم، يعني يعتبر لو كسبنا ماتش في كاس امم افريقيا ممكن نتصعد كاس العالم. والله طب ده كويس، تغيير النظام ده كويس، انت قلت لي كويس، هاتوا لنا يا جماعه نظام كاس العالم ده مهم قوي للشباب. فدي حاجه طبعا خلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني خالص، ونفكر بعقليه احترافيه اكتر من احنا كنا بنفكر بيها كتير. لان كاس العالم ده حلم لكل جيل ولكل لعيب، لانه بيفتح بيبان كتير لاي لعيب. فبيفتح بيبان الاحتراف، بيفتح كادراكك كلعيب، بيفكر بطريقه احترافيه جدا. فده حلم لاي لعيب بصراحه. حمزه احكي لي على كاس افريقيا، واحكي لي على طموحك في كاس العالم، بس زي ما قال حمزه الاول، حمزه نمبر 1، حمزه نمبر 2. بطوله افريقيا الاول عشان ان شاء الله نتوج بيها، ولما لا ما بعده يعني ان شاء الله. بطوله افريقيا ده يا كابتن طبعا بطوله مهمه، في ناس فاكره ان احنا رايحين بطوله افريقيا بس عشان عايزين نكسب ماتش ونتصعد كاس العالم. لا، احنا ليه ما ناخدش البطوله؟ حلو. زي ما خدنا بطوله شمال افريقيا. عايزين مش يعني نبقى رايحين مش هدفنا كاس العالم بس، لا هدفنا ان احنا ناخد البطوله. وان شاء الله مش صعبه،
طبعا بطوله افريقيا دي بتفتح لنا ابواب حاجات كتيره طبعا، وكاس العالم كاحتراف وحاجات زي كده. حلو. ان شاء الله نركز في بطوله افريقيا وناخدها واللعيبه قدها ان شاء الله. مين بقى عايز تهدي البطوله لمين؟ قول لي. هدي البطوله. احكي براحتك. تقول له متشكر جدا على اللي عملته معايا وانا بهدي لك البطوله دي، واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه ان شاء الله 10 تنفار. قول. طبعا بهدي يعني بشكر طبعا ابويا ومامتي. ايوه. لهم دور كبير طبعا في حياتي. بشكر جدك يالا. وجدي طبعا. حبيبي ده الحاج هاشم ده حبيبي، انت رايح فين اوعى. طبعا اشكر جدي طبعا. نعم. لكن برضو الصراحه مامتي وبابايا بيبذلوا بيتعبوا معايا وبيبذلوا معايا مجهود كبير قوي. نعم. على طول في ظهري وعلى طول مسندني. وطبعا اشكر عيله الدجوي كلها على طول في ظهري. ايوه كده. ايوه كده. ايوه كده. وعلى طول يعني على طول معايا وعلى طول بيحمسوني، وحتى لما بقع هم اللي بيشيلوني وبيبقوا على طول في ظهري. وطبعا اشكر الجهاز الفني بتاع المنتخب كله، لانه والله كابتن تعب معانا جدا. هم لازم يشيلوكم مفتوح حديد يعني، لازم تعبوا معانا جدا. وكان في محاضرات كتيره، وبالاخص كابتن عماد الكاس وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي وكابتن فوزي، مش عايز انسى حد. نعم. والجهاز الطبي اكتر ناس بتدعم معانا، دكتور عمرو ودكتور ششتاوي والمدلج كابتن محمد السيد وطبعا عم شريف. كلهم تعبوا معانا وكلهم كانوا يستحقوا البطوله دي، واحنا طبعا كنا نستحقها لان احنا تعبنا. صحيح. تعبنا جامد قوي والحمد لله ربنا كرمنا. نفسك تبقى زي مين؟ محليا؟ محليا محمد عبد المنعم. عالميا؟ فان دايك. طيب تهدي البطوله لمين ونفسك تبقى زي مين؟ اول حاجه طبعا انا لازم اشكر كابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي لان هم بيتعاملوا معانا جدا. صحيح. واشكر طبعا كابتن الخطيب لان هو موفر لنا جميع احتياجاتنا في الناشئين، فدي طبعا حاجات بتاهلنا ان احنا نلعب بشكل كويس. مستويات عاليه جدا، فانا احب اشكرهم بصراحه. فاول حاجه برده احب اشكر والدتي ووالدي. نعم. ان هم تعبوا معانا جدا واكبر سبورت ليا. نعم. واحب اشكر كابتن حسن محمد المدير الفني بتاعنا لان هو كان سبورت للعيبه كلها، بعد كل ماتش كان بيخش يكلمنا عملتوا ايه في الماتش، مبروك يا رجاله وكده. فانا بحب اشكره برده، وبحب اشكر اخواتي واخويا الصغير واخويا الكبير وكده. جميل. حمزه لا استنى، نفسك تبقى زي مين؟ اكرم توفيق ان شاء الله. اكرم توفيق. وعلى مين؟ زي وولكر ان شاء الله. وولكر. حلو، بس بيخسروا الفتره اللي فاتت دي من كهرباء ومكعبله معاه. حمزه. طبعا احب اشكر مامتي وبابايا وعيلتي كلها، وبالاخص اخويا اللي كان موجود معايا، جه المغرب يشجعني وشجع الفرقه كلها. والدك راح معاك ولا اخويا؟ اخوك ما شاء الله. اللي هو سند ليا على طول. جه المغرب. جه المغرب وكان بيشجعنا كلنا صراحه. طبعا. وكان وشه حلو علينا في ماتش تونس وليبيا. ما شاء الله. والحمد لله يعني على كل شيء. واحب اشكر طبعا الجهاز كله، فني والاداري والطبي، كل حد الصراحه، عشان كله تعب معانا. ومش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد يعني. ماشي. نفسك تبقى زي مين محليا وعالميا؟ وسام دلوقتي شغال بشكل كويس. وشكلك كمان على فكره قريب منك. وبرده عالميا زلاتان ابراهيموفيتش. زلاتان ابراهيموفيتش. حلو جميل. نورتني يا حمزه. شكرا. والف مبروك. وان شاء الله الاستضافه الجايه وانتوا متاهلين لكاس العالم. قالوا لي فعلا زادت الفرق جدا وبقت نفس نظام كاس العالم الكبير، وبالتالي ان شاء الله فرصتنا كبيره جدا في التاهل لكاس العالم، وان شاء الله ربنا يكرمهم. بشكرك يا حمزه، شكرا جزيلا والف مبروك. المره الجايه ابارك لك كمان. ان شاء الله. شكرا يا رب. ياسين بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك طبعا على الحلقه الجميله دي، وانا اتبسطت جدا ان انا مع حضرتك. اتبسطت بيكو. حمزه يا دجوي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا حبيبي يا كابتن. والله ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ان شاء الله تبقى مرات كتيره جدا حبيبي يا كابتن. ده نموذج الثلاثي المنور ده والاربعه اللي قبلهم، ده نموذج للجيل القادم. الناس كلها كانت بتبقى قلقانة على بكرة، ده بكرة الحلو بتاعنا، ده بكرة الحلو بتاع مصر، وده بكرة الحلو بتاع النادي الأهلي، وده بكرة الحلو بتاع الكورة، ثقافة واحترام وأدب وموهبة وانتصارات كمان. فاصل ومحمد سراج أسبوع القاضية. القضية ما كانتش أبدا مجرد مباراة. القضية كان التحدي هو الأكبر والأخطر بكل ما تعنيه الكلمة، وكل طرف فيه كان عارف كويس قوي إن النتيجة مش هتكون أبدا مجرد رقم، دي هتكون تبعات وعواقب وتداعيات.
التاريخ كان شاهد عيان على تفاصيل التفاصيل ورصد اللي هيحكيه لجيل بعد جيل، وإزاي إن الرهان هنا مش حسبة تخسر أو تفوز، المعادلة كانت تكون زي ما أنت بطل الزمان والمكان ولا تغامر بكل ما كان. علشان كده وغربال بيطلق صافرة النهاية كان كل اللعيبة في فرحة هستيرية علشان فاهمين أصل وفصل الحكاية. الحكاية ما كانتش مباراة ودي صافرة النهاية، والمناسبة أي وقت ممكن تعود. الحكاية كانت رهان مرعب، يا مفقود يا مولود. أسبوع القضية، واحد من رجال القضية، واحد من الرجال المحترمين داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، كلهم خلية نحل محترمة، كلهم كان لهم أدوار سواء مرئية أو غير مرئية، كل الناس اجتهدت واشتغلت. ممكن احنا دائما وأبدا بنشيد باللاعبين، بنشيد بالجهاز الفني، التأكيد بجماهير النادي الأهلي العظيمة، لكن مجلس إدارة النادي الأهلي كان ليه دور رائع في الاستقرار والتحضير والهدوء والعمل الجاد حتى وصلنا إلى التتويج، لأنه التتويج بهذه البطولة كان يعني العودة غايبين من 2013 عن التتويج بهذه البطولة، ثم تأتي هذه المباراة وتأتي هذه البطولة في ظروف صعبة جدا، ظروف كورونا، ظروف غياب مدرب، ظروف مشاكل بتحدث في الساحة الكروية المصرية، لكنه رجال النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وكل السادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة اللي لهم أدوار كبيرة جدا ولهم تكلفات مهمة جدا، وضيف النهاردة واحد الحقيقة من اللي نقدر نقول عليه شعلة نشاط دائبة ودائمة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وملف تلو الملف مع ملف مع ملف آخر، ولكن في النهاية التوفيق بيكون من عند ربنا سبحانه وتعالى. واحد من الجنود المهمين جدا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي ومن المحببين لدى جماهير النادي الأهلي ولدى أعضاء النادي الأهلي، مهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، وبشكر حضرتك على المقدمة الرائعة والجميلة دي، وخليني أبدأ يعني أحييكم في البداية وبارك لحضرتك على البرنامج الرائع وكل فريق الإعداد وكل الناس اللي ورا الكاميرات اللي عاملين مجهود أكتر من رائع، الحقيقة طفرة كبيرة جدا في قناة النادي الأهلي، وده يعني ده اللي بنعهده في حضرتك دايما يعني، والحمد لله نسعد طبعا المشاهدة اختلفت تماما، وتطوير كبير لكل فريق العمل ولهشام جمال وأحمد جمال وإيهاب الخطيب وكل الناس، فحبيت بس أبدأ بتحية لكم ومباركة، وإن شاء الله كده تكون أول خطوات النجاح بإذن الله لمزيد من النجاح بإذن. أنا الحقيقة بشكرك إن أنت قلت فريق العمل طبعاً، لأن أنا دائما بحب أشتغل كفريق طبعاً، والفريق بيبدأ دائما وأبدا من رأس الحربة اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب وحضراتكم بالكامل الحقيقة، ادتونا ثقة، هشام جمال الحقيقة اللي يعني ناس كتيرة جدا جدا مش عارفة دور هشام جمال واللي عامله هشام الحقيقة، ودماغه مختلفة دايما، في عنده ابتكار وعنده اتنين دماغنا مطرقعة يعني في موضوع الإعلام ده، يعني عاملين ميكس حلو مع بعض، احنا بنقعد نتجنن لحد 5 و6 الصبح يعني فبنسيب بعد 6 الصبح، وده يعني هو ده باين النتيجة بتبان على الشاشات في النهاية يعني. انا بحب الدماغ دي والحمد لله ما بنختلفش يعني، بسرعة جدا جدا بنكون قاريين دماغ بعضها، كان في الامارات الاسبوع اللي فات ما عرفناش برضو لازم نتواصل، ما عرفناش نبعد يعني، والحقيقه واحمد جمال وبعدين كل فريق العمل بلا استثناء يعني، انا الحقيقه حتى بتكلم فريق العمل بتكلم من اخونا وزميلنا عمل النظافه للست الجميله ام مصطفى الجميله اللي ماسكه البوفيه، لكل بقى الناس اللي قدامك دول هي كلهم والله يا سراج بيشتغلوا بحب شديد جدا، كلهم باين يعني، مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، وانا داخل الناس متحمسه، الناس مبسوطه يعني، حتى الناس اللي طالعه قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا كله بيشتغل بحب وبحماس للنادي الاهلي، وده الحمد لله دايما بيبقى نابع منه الاخلاص والمحبه للنادي، وده بيظهر في النجاح في الاخر في القناه ان شاء الله الحمد لله. عايز اعمل معاك فلاش باك بلغه السينما، هنتكلم في حاجات كتير بس انا بفكر الناس اسبوع القضيه ومستنيين فيديوهاتكم، ناس كتير بتبعت لي على رقمي انا الشخصي، فالله يخليكم خلونا والله على اللي موجود على الشاشه لانه ده اهم وده هو اللي بينزل يعني، مع كل الحب والاحترام طبعا لحضراتكم. فلاش باك 2013، ما ناخدش البطوله، دنيا مكهربة، دنيا معقربة، مدرب بيمشي، مدرب بيروح، هزيمة قاسية أمام سان داونز، دنيا شبه ضلمت شوية، في وسط العتمة دي زي ما بيقولوا يعني
ازاي بدأتوا تدوروا على النور اللي ينور واللي يضيء السماء كلها؟ والله كابتن شوبير زي ما حضرتك قلت، هو يعني النادي الاهلي دايما بيبحث ان هو يكون رقم واحد. أيوه. وده اللي احنا عهدناه من زمان، من جميع حتى مجالس الادارات السابقه وتاريخ النادي الاهلي، دايما محليا وقاريا دايما الحمد لله بنبحث عن رقم واحد. الحمد لله حتى الطموح ده دايما بيزيد وبيعلى، ان احنا عالميا كمان بمشاركات الحمد لله المتعدده للنادي الاهلي. نعم. بدانا كمان ان احنا لا عايزين ننافس عالميا، وبنزعل لما بنخسر ماتش من ريال مدريد، وبنزعل لما ما نوصلش النهائي. نعم. وبنبقى حاطين عيننا على البطوله، لان النادي الاهلي نادي كبير. نعم. ونادي بيمثل قاره افريقيا اللي هي قاره كبيره وقاره عظيمه، وانت الحمد لله رقم واحد على القاره. فبالتالي احنا طبعا من 2012 2013 وانا يعني كنت زي كل اعضاء مجلس اداره وزينا كلنا احنا جمهور قبل ما نكون مسؤولين، ومحبين للنادي الاهلي قبل ما نكون مسؤولين. في 2012 كنت موجود في السفريه بتاعه الترجي، يعني كنت مسافر مع الجمهور وكنت حاضر. والله كنت حاضر في الملعب. آه. ورا يعني كنا قاعدين في الجزء المدرج الخاص بالنادي الاهلي، وقصة عشق بقى. اه طبعا. نعم. 2012 دي كان من امتع المباريات. نعم. وكانت ماتش طبعا احنا كنا الوضع كان صعب، كنا متعادلين هنا. وكان لازم ان احنا هناك يعني النتيجه تبقى ايجابيه بالنسبه لنا، فكان الوضع طبعا صعب 2012 جدا. 2012 الترجي. 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 اه. نعم. فالحمد لله كانت انا فاكر كانت 2-1 دي. اه. احنا كسبنا 2-1 ساعتها هناك في تونس. في تونس. اه وضيعنا بينالتي كمان. ضيعنا بينالتي في ساعتها. وانا فاكر كلمت حسام البدري قبل السفر، فكان عنده يقين ان احنا هنكسب، وانا ما كانش عندي اي امل للامانه، لانه يعني تجربنا مع الترجي في تونس كانت صعبه. مباراه يعني صعبه واجواء جماهيريه. آه. صعبه وكده، لكن احنا الحمد لله يعني كنا طالعين برضو مجموعه من جمهور النادي الاهلي. ده صحيح. كان عدد كبير. كان عدد كبير والحمد. آه. لله يعني المباراه دي يمكن بالنسبه لي كانت مباراه من. آه. اكتر المباريات الهامه والممتعه حتى لينا كاداء فني. صحيح. وكنتيجه. آه. بعديها احلى المباريات اللي ادارها حسام البدري جدا جدا. البطوله ادارها حسام البدري بكفاءه. كان كل الفريق. نعم. متالق بشكل. صحيح. قوي الحقيقه يعني. 2013 برضو الحمد لله كنت برضو حاضر في الاستاد في النهائي في 2013. كان في استاد مويه العرب حتى. نعم. ساعتها النهائي وقتها. فالحمد لله يمكن بعديها يعني كنت صادفني طبعا التوفيق الحمد لله ان اكون في قائمه كابتن محمود الخطيب بعد كذا سنه يعني. نعم. 2017 الحمد لله. انت ما دخلش انتخابات قبل كده؟ دخلت طبعا قبل كده. آه. قبل الكابتن محمود الخطيب. آه. كانت مع المهندس ابراهيم معلم. ايوه. اللي هي كانت انتخابات 2014. نعم. وما توفقناش. نعم. كان معايا حتى مجموعه يمكن الحاليه دكتور محمد شوقي واستاذ طارق قنديل ومحمد الجارحي. صح. كان قدام المهندس محمود طاهر. نعم. ومهندس محمود طاهر القايمه كسبت بالكامل. طبعا. وناس. نعم. محترمه وادوا معاليهم كله خدم النادي وساهموا بشكل قوي. نعم. في يعني انشائيا وخدميا ورياضيا مع النادي. لكن فضلت برضو بطوله افريقيا بعيده عن النادي الاهلي حتى في الفترات اللي هي ما بين 2013 الى 2020. فده كان حلم بالنسبه لنا ان احنا نستعيد البطوله مره اخرى. فطبعا دخولنا طبعا في قائمه كابتن محمود الخطيب احنا كان من اهدافنا مش بس بطوله افريقيا، احنا حاطين برنامج انتخابي كامل للقائمه في اهداف رياضيه خدميه انشائيه اجتماعيه، بس طبعا اهداف الكبيره او الحلم كان رجوع بطوله افريقيا. ودايما الملف ده يعني كان عندنا ثقه كبيره انه تحت قياده كابتن محمود الخطيب، وانه ان شاء الله يعني باذن الله بوجوده وبادارته الملف كره القدم هنقدر ان احنا نستعيد فعلا بطوله افريقيا، لان طبعا هو في النهايه هو المشرف على هذا الملف. نعم. هو المكلف من مجلس الاداره بالاشراف على قطاع كره القدم بالكامل، وكلنا ثقه فيه انه كنا هنستعيد حتى لو ما حصلش في اول سنه او ثاني سنه زي ما حضرتك قلت. نعم. حصل لنا كام دروب كده في الاول. صحيح. كان ممكن يهزوا ثقتنا شويه في نفسنا زي مباراه سان داونز. زي ماتش الترجي فاينل الترجي 3-0 2018. كنا 3-0. نعم. اه ما انا مباراه سان داونز دي برضه ليا وعاها واقع، لان انا كنت وقتها انا الماتش ده تعرف كابتن شوبير ده الماتش الوحيد ده انا ما اتفرجتش عليه تقريبا، ما اتفرجتش عليه بالصدفه يعني بتاع سان داونز هناك الخمسه. انا كنت وقتها في اسبانيا. اه كان عندي حاجه يعني تبع النادي هناك في اسبانيا. أيه. كنت في مدريد يعني. فالوقت الماتش كان 3 الظهر وفي توقيت انا كنت في يعني في حاجه في ورشه عمل هناك او كده، فمش عارف اتفرج. ايوه. وقلت هفتحه مثلا ستريمنج او على الموبايل او حاجه، بس ما عرفتش. انا عرفت بقى من الرسائل اللي جات لي. لا ما عرفتش تفتح. ما عرفتش افتح. انا عرفت النتيجه. يعني لقيت رسائل صعبه جدا. انا ما اتخضيت يعني. انا كنت قاعد لسه يعني يعني كان اصل هو المباراه كانت لسه دي مباراه الذهاب يعني حتى كانت مش مباراه العوده. كسبنا 1-0 في العوده. كسبنا 1-0 في برج العرب في العوده، بس كان طبعا الموضوع كان صعب جدا. والله العظيم يا سراج لو كان عندي الحقوق وجبت لك ملخص الفرص الضايعه في مباراه العوده. ايوه كنا ممكن نكسب هنا 5. كانت كتير جدا. الشوط الاول كمان بالذات كان عندهم حارس مرمى ساعتها رائع انقذ فرص بالجمله، واحنا الظروف والتوفيق والجو. نعم. يومها لو حركت تفتكر الجو يومها كان فيه برضه. نعم. شبوره كبيره والمباراه حلوه. ف
الوضع كان صعب، لكن النتيجة هناك لقيت سيل من الهجوم من العالم. أنا عايز أقول لك كمان إن المباراة دي إحنا 16 دقيقة كانت نموذجية. يعني أنا فاكر المباراة دي. ما أنا مش عارف. لا ما أنت ما اتفرجتش. وطبعا مش عايز أشوف يعني. ما أنا اتفرجت مرة ما اتفرجتش تاني وعمري ما هتفرج تاني. ولا أنا طبيعتي كده. حاولت أشوفها تاني. أي مباراة الله يقدر نخسر أو نتيجة مش إيجابية عمري ما اتفرج عليها ولا على ملخصها ولا أي حاجة، لكن إحنا عملنا 15 16 دقيقة أنا كنت مبسوط جدا. وفجأة المباراة فتحت يعني كم؟ لا الحمد لله الحمد لله. فلا برضو انا بقول النقطة دي عشان احنا برضو لازم بيبقى في استيعاب دايما لجمهورنا شوية. يعني انا وقتها بقول لحضرتك كان في بقى الرسائل هجوم قوية من الناس ومن على الفيسبوك وعلى الواتساب والجمهور وازاي والفضيحة وكذا وكذا. فاحنا لازم في النهاية قصدي اقول ان احنا يبقى عندنا من الاتزان النفسي ومن الاستيعاب لجمهورنا وحقهم يزعلوا حقهم يغضبوا نتيجه كبيره احنا نفسنا مش كناش مصدقينها. بس برضو ده احنا تجاوزناه ازاي برضو كابتن محمود الخطيب. ده مهم جدا لان احنا برضو وقتها مع اول اجتماع مجلس اداره ده كابتن محمود قاد الاجتماع بمنتهى الهدوء ادى ثقه ادى ثقه للناس اللي هي برضو لسه زينا شباب داخلين جديد فالموضوع هزنا جامد يعني تهزنا برضو من القصه دي جامد. فلا كان ادار الموضوع بحرفيه و وبثبات شديد جدا. فالحمد لله يمكن بعديها لا بدا يعني يبقى في لا بعدها خدنا الدوري وبعد ما خدنا الدوري كان دوري صعب جدا دوري في وقت لاسارتي والناس كلها توقعت ان لاسارتي هيمشي بعد المباراه دي بالظبط كان القرار انه يستمر حتى نهايه الدوري العام. نفس القصه في ماتش برده تاني اللي حصل تاني في 5-2 بتاع سانداونز مع كولر برده الناس افتكرت ان هيحصل تغيير الكابتن برده اداله الثقه والراجل كمل ما اتهزمش ولا هزيمه بعديها وخد بطولتين بعديها افريقيا والحمد لله يعني. فانا قصدي اقول ده دايما الحمد لله احنا عهدنا في النادي الاهلي مش بنحاسب بالقطعه او بنحاسب بالمباراه لا. يعني انت بتعتبر ان الهزيمه الخماسيه من سان داونز هي كانت بدايه الشراره اللي انطلقت عشان يعود الاهلي من جديد؟ لا برضو مش هو ده المقصد يعني المقصد ان احنا قصدي اقول ان احنا ده ما هزناش يعني ده كانت نتيجه كبيره بس ما هزتش النادي الاهلي قدرنا ان احنا نتجاوزها بسرعه. لكن من قبل سان داونز خلي بالك برضو كابتن شوبير كان في تخطيط جيد لتطوير فريق الكوره واعاده هيكله فريق الكوره كنت بدات يعني تجيب صفقات وكان حسين الشحات جه وكان في لعيبه بدات تيجي يمكن المدرب ما كانش موفق شويه فجي فايلر بعديها برده غير الريتم خالص بتاع الاداء مع صفقات جديده انضمت. فقصدي احنا كنا ماشيين على الرايت تراك بس يعني حصلت نتيجه ما كانتش في الحسبان. بعديها قصدي اقول ما وقفناش يعني كملنا التطوير وكملنا التنميه لفريق الكوره وبدانا نحصد ده الحمد لله باول بطولة اللي كانت أغلى البطولات وهي التاسعة والبطولة القاضية و2020 فدي الحمد لله كانت فرحتها بالنسبة لنا كبيرة بقى بسبب كل اللي أنا بحكيه قبل كده ده إن بطولة غايبة بقى لها 7 سنين هزيمة كانت كبيرة على النادي الأهلي قبل كده مش متعود عليها برغم إن كل الأندية العالمية لو جبنا الهيستوري بتاع كل الأندية العالمية والمنتخبات العالمية ده بيحصل يعني طبعًا. مش ده مش حاجة يعني اللي هي هنستخبى منها او هنخبيها لا عادي احنا نادي كبير ونادي الاهلي وبجماهيره وبتاريخه ونقدر نتجاوز اي شيء. بدات كاس عالم بخساره امام السعوديه وانهت وهي البطل البرازيل مع المانيا وريال مدريد حصل له برشلونه حصل كله يعني ده طبيعي جدا. المهم ان انت تكسب في الاخر اصل انت بالزبط. لكن هتخسر بالنتائج دي وكمان تخسر بطولات ما يعني ما تبقى صعبه. طب عايز اسالك يا سراج بقى وانت هنا كنت يعني مش قريب انت من ضمن صناع القرار وهي المفاجاه المدويه برحيل فايلر بعد ما كان تم الاعلان عن تجديد التعاقد لكن الراجل جه قال لك الكورونا والقصه هو واخد الدوري العام وصل لسيمي فاينال البطوله عنده الوداد اعلن الرحيل ثم جاءت المفاجاه بالتعاقد مع بيتسو موسيماني. اكيد في كواليس ممكن احنا ما نعرفهاش او تعرفها. لا وقت فايلر والله بص كنت شوية طبعا هو كان من المدربين انا بحترم كل المدربين اللي اشتغلوا مع النادي الاهلي واللي جم واضافوا لتاريخ النادي الاهلي حتى لما توفقش فيهم لانه يعني كلهم كانوا عندهم من الاخلاص ان هم يحاولوا يجتهدوا ويضيفوا لسجل بطولات النادي الاهلي فيهم اللي توفق فيهم اللي ما توفقش فيهم اللي كان القماشه مش ماشيه معاه فيهم اللي كان فكره مش ماشي مع النادي الاهلي. لكن فايلر طبعا كان من المدربين الناجحين جدا هو يعني مره واحده ممكن يكون حصل بعض الظروف الاجتماعيه الاسريه النفسيه عنده اللي احنا مش عارفينها ومش فاهمينها هو معلش يتاقلم برضه مع الاجواء هو بعد الموضوع كورونا اتغير يعني ما بقى في تغيير حتى في الطريقه فايلر قبل الكورونا وفايلر بعد الكورونا وبرضه خلي بالك احنا مش بنتعامل معاه مباشر يعني احنا برضه التعامل كله ده نظام النادي الاهلي وده سر النجاح النادي مش الناس كلها بقى داخله بتتكلم معاه لا هو من خلال الكابتن الخطيب ومن خلال قطاع الكوره لكن اللي كنا بنلمسه وبنشوفه ان الراجل كان في فتره من الفترات ماشي باستقرار وبانتظام ومره واحده بدا يبقى يعني موده مش حلو بدا يبقى ليه طلبات مش عاجبه الوضع بدا فخلاص انت مش هتفرض
حد يعني كل حد يتمنى يشتغل في النادي الاهلي، فمفيش حد هتفرض عليه ان هو يكمل مثلا باسلوب معين يعني. فكانت التغيير، وكان برضو رؤيه كابتن محمود انه فاجئته لما قال لكم موسيماني يعني كان طبعا بالنسبه لنا هو كان من المرشحين، بس يعني كان ممكن يبقى بالنسبه لنا مش هو رقم يعني يعني ممكن كابتن محمود شايف انه عنده من الخبرات في افريقيا اللي يقدر يستعيد تاني البطولات للنادي الاهلي، وده حصل فعلا. الراجل برضو اضاف يعني طبعًا. انا طبعًا. من نوع انا مش بحبش حد يعني يقول لك لا ده كان يعني يمشي حد مثلا واضاف للنادي الاهلي فاقول لك ده كان مش لا أضاف. كان وحش أضاف طبعًا. واللي بعديه احسن طبعًا. منه ولا ده ننتقده في بعض المواقف ننتقده، لكن مش اللي هو نقول ده ما طبعًا. كانش بيعرف حاجه وده لا خالص. ده راجل لاحترامه اضاف للنادي الاهلي، هذا كلام. فايلر اضاف للنادي الاهلي. كولر انا بالنسبه لي ده افضل المدربين اللي جم، انا شخصيا ده رايي فيه يعني، انا الراجل ده بحترمه وبقدره جدا يعني، من احسن الناس اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله يكمل ويستمر بالمستوى ده. كله اضاف للنادي يعني. هو بس موسيماني انا مره في حوار معاه فكانت بدات الناس تنتقده بعد خساره الدوري العام، فقال لي وانت الناس تنتقدني ليه خسرت الدوري العام، وكان بيقول لي انا كان طبعا الاهلي ما بيخسر دوري ده حدث يعني طبعا. فقلت له الدوري العام، قال لي انا كنت جاي عشان افريقيا، قلت له لا انت جاي عشان الاهلي، جاي عشان كل البطولات ما ينفعش تخسر بطوله. قال لا صح. بس مين اكبر؟ قلت له لا اي بطوله عند النادي الاهلي اكبر، بطوله خدتها خلاص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي انتهت. فهو بالحقيقه كان متخيل زي اوروبا كده او زي بعض الفرق يعني، مثلا سان داونز لو خدوا بطوله افريقيا بالنسبه لهم تجوب الدوري في جنوب افريقيا، لكن قلت له لا المنتاليتي عندنا لا مختلفه واحنا في وقت الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي كسبوا كل البطولات، ومثلا يخسروا كاس مصر بتلاقي الجمهور مش عاجبه، ده وضع طبيعي يعني. هل حسيت في لحظه انا عارف اجابه السؤال بس لازم اساله لك يعني، هل حسيت في لحظه ان مصير المجلس مرتبط بنتيجه مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ بص يا كابتن شوبير برضو احنا عمرنا ما حسبناها كده بصراحه، قلت لك انا عارف اجابه السؤال بس لازم اساله لك يعني عمرنا ما حسبناها كده، بس يعني لو حضرتك هتصدقني لو قلت لك انا ببقى يعني وقتها مش لوحدي يعني مع مجموعه العمل كلها في النادي الاهلي. ما انا هممنا الحوار معاك جزء البطوله، جزء المشجع وجزء بقى بالظبط هنتكلم تاني. هممنا حقيقي البطوله ان احنا قدام الخصم التقليدي للنادي الاهلي والمنافس التقليدي للنادي الاهلي، وبطوله غايبه بقى لها سنين عن النادي، ان احنا نكسبها يعني لينا احنا كجمهور وكاهلي قبل ما تكون لمجلس الاداره او تحصل لمجلس الاداره. دي كانت النقطه الاولى اللي احنا نفسنا ان هي تحصل يعني، والحمد لله حصلت. هي برضو انا اللي عايز اقوله، انت بتجتهد والنوايا كلها بتبقى عشان خدمه النادي الاهلي يعني. انت ده الهدف الاساسي، خدمه النادي، مش مثلا حد عايز يعمل مجد شخصي لنفسه ومش عارف. انت بتشوف كابتن محمود مثلا في امور كتير ما بيبقى فيه يعني كل البطولات خدها ما بيطلعش يتكلم، ما بيطلعش يحتفل، ما بيطلعش يقول حاجه. فبيبقى دايما انت حاطط الاهلي هو رقم واحد عندك، زي ما بنقول الاهلي فوق الجميع. فانا بشوف ان ده اللعيبه بتعمله، الجهاز الفني بيعمله، مجلس الاداره بيعمله، الجمهور بيعمله قبلنا كلنا. فده اللي في النهايه اللي بيوفق على فكره النادي الاهلي، ده اللي في النهايه بيخلي توفيق مع النادي الاهلي. تعالى انا وانت نتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب. انا مش راضي اقولها بقالي يومين ثلاثه، لكن هو الحقيقه بقاله داخل في اربع خمس ايام دلوقتي في وعكه صحيه قويه شويه، ان شاء الله بيتماثل يعني للشفاء. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ان شاء الله. وهو رغم من كده بيتابع برضه الاجتماعات على زوم مع في النادي، وهو مجهد جدا، بس ان شاء الله يا رب يكون اتمنى له الشفاء العاجل يا رب. طب انا برضه هعمل فلاش باك تاني معاك بس بالصوت والصوره، لانه كان ليك فيديو كان في قناه النادي الاهلي هنا تعالى افكرك بيه ونفكر الناس بيه قبل المباراه بايام، نشوف محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال ايه على مباراه القرن. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم، ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري بفارق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم يديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح يعني لقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حد يعني، حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي، انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح، ده في وفاه اتعلقت. يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد، ما حدش يستسيق، ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص. احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين، هدوء وتركيز، هدوء وتركيز. مش هنخش، مش هنرد على حد، مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد، لعيبه كجمهور
كاداره لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي. فباذن الله دي تكون من نصيبهم وان احنا يعني في ظهر الفريق مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره او احنا يعني مستمرين وصاحيين لاي حاجه ان شاء الله. اظن كان هاني رمزي وسام صالح. مظبوط كان في قناه النادي. بس كنت بتكلم بثقه. كنت بتكلم بثقه ووقتها حتى انا فاكر الفيديو ده كان عنوانه اللي هو قبل البطوله بخمس ايام او حاجه. كان تقريبا ده يوم 22 نوفمبر 2020 حاجه زي كده. وكان في اللي هو ان انا يعني بمعنى ان انا واثق في التتويج ببطوله افريقيا وان انا اثق بتتويج ببطوله افريقيا. بس ما كنتش بقولها يعني غرور او حاجه خالص. لا بالعكس الثقه. انا بقول ان انا يعني بعمل كده اناليسز لل الاجواء اللي موجوده حوالينا. احنا كنا واخدين فعلا الدوري وقتها مع بايلر بفرق كبير. النادي الاهلي كان مخلصينه بدري قوي. كان مخلصينه بدري جدا 18 مباراه ورا بعض خلاص الدوري. فكان الفرقه مركزه. كان عندنا لعيبه يعني عند كواليتي عاليه جدا الحمد لله. وفي منهم اللي مستمر معانا دلوقتي وفي منهم اللي راحوا لعيبه ثانيه جت. فقصدي الاجواء كلها بتركيز بفنيات بثقه كانت تقول ان النادي الاهلي هو اللي يكسب البطوله دي. والحمد لله يعني ده كان توقعه وربنا اكرمنا. صحيح بيبقى عليكم دور مجتمعي في النادي الاهلي كاعضاء مجلس اداره، مشاكل الاعضاء، الانشاءات، الخدمات، الاشتراكات، حمامات السباحه، اللعبات المختلفه، لكن برضه ليكم دور امام الجماهير. واحنا وقتها كنا في جائحه كورونا لو تفتكر ومفيش خروجات ومفيش، لكنه المظاهر الفرحه العارمه اللي كانت موجوده في الشارع اكيد برضو بتخليك كعضو مجلس اداره بتقول انا برضو انا فرحان ان انا قدرت ان انا ارسم بسمه على وجوه جماهير النادي الاهلي. انا فاكر اصلا يوم احنا رجعنا على النادي على طول يعني رجعنا ما روحناش البيت يعني احنا طلعنا من الاستاد القاهره على النادي الاهلي. كان في احتفالات كبيره جدا في الشوارع وحوالين النادي وعند ناحيه التتش والبوابات وكده. فلا رحنا النادي واحتفلنا وتصورنا جوه وكنا مبسوطين جدا وكنا سعداء بفرحه الجمهور الغايبه بقى لها سنين. دي كانت فرحتنا وسعادتنا الاولى الحمد لله. وزي ما حضرتك قلت هي كانت في ظروف صعبه لان الناس قبلها كانت كله مركز بقى ما فيش يعني كله على الموبايلات وكله في البيوت وما فيش حياه قوي. فكان الناس مستنيه اي فرحه يعني. فالحمد لله يعني كانت فرحة كبيرة. ومن بعديها استمرينا الحمد لله في استكمال يعني البطولات والإنجازات للنادي الأهلي. شايف إنها كانت نقطة فارقة في مشوار النادي الأهلي؟ بص يا كابتن شوير أنا يعني برضو أنا عايز أقول نقطة برضو مهمة. يعني أنا على قد برضو إن أنا بالنسبة لي القضية ليها طبع خاص. وبطولة خاصة ومناسبة لينا خاصة. لكن إحنا مش يعني فكرنا أو إحنا كنادي أهلي مش عايزين نقف على بطولة محددة. لا ما احنا ما وقفناش. احنا ما شاء الله ده احنا انطلقنا يعني احنا ما وقفناش عندها. ما وقفناش عندها بدليل وده عرف النادي الاهلي دايما يعني حتى ما وقفناش في بطولة 2006 والصفاقسي عشان كده بقول لك كانت نقطة انطلاق. فالنادي الاهلي كمل بعدي بالظبط. يعني قصدي يعني بنحتفل في المناسبة وبنحتفل بالذكرى الحلوة ونحتفل ان هي اضافة كبيرة لتاريخ النادي الاهلي. لكن لا يعني نادي الاهلي بطولاته كبيره وبطولاته كتير وبطولاته بعد القضيه وقبل القضيه ومستمر بعدها ومستمر قبلها. والحمد لله يعني انا بقول دايما ايه نحتفل ونحب الحدث. لكن يعني ما نقولش ان هو ده مثلا يعني في ناس ممكن تقول لك ايه لا خلاص هي دي وتمام احنا ما فيش كوره بعديها او ما فيش كوره دي اهم كانت بطوله. لا هي في كوره بعديها. في ناس بتكتفي هو طموحها كده وصل شغفها هو شايف انه كدا. لا احنا لا هي لا هي اهم من اهم البطولات ومن اكثرها تاثيرا معنويا فينا وبنحبها. لكن لا هي الكوره مستمره بعديها وفي بطولات بعديها ولازم ننافس بعديها وما نقعش بعديها وكل الكلام طيب ده لازم. الحمد لله سراج من ساعه هذه البطوله بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى الان والاهلي لم يفارق كاس العالم للانديه. وما بين اكتر من مره خدنا مركز ثالث مره خرجنا او لكنه وجودنا في المحافل العالميه وانت برضو لك علاقات يعني. والجميل انه مثلا طبعا كابتن خطيب، مهندس خالد مرتجي، حضرتك طارق قنديل، دكتور شوقي، كابتن حسام غالي، محمد الجرحي، الغزاوي، الضماطي، كلكم ما شاء الله، مي، كلكم مهند، كلكم منورين بسم الله ما شاء الله. هنا بدأت تحس بقيمة النادي الأهلي لأنك بقيت متواجد في كل الأحداث والمناسبات العالمية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم للأندية. أعتقد أنا
استشعار قيمة النادي الأهلي واسم الأهلي اللي بقى خلاص دلوقتي بيضاهي الأسماء العالمية والأوروبية والأسماء الكبرى. ده حقيقي والحمد لله. يعني ده بدأ برضو يعني الأجيال ومجالس الإدارات السابقة اللي قبلنا فبدايتنا يعني من دخولنا في كأس العالم في 2005 و2006 وبعديها الحمد لله الجيل الحالي ومجلس إدارتنا حاليا الحمد لله اشتركنا في أكبر عدد ممكن من البطولات والبطولة الكبيرة بقى اللي جاية إن شاء الله في أمريكا في 2025 دي هيكون إن شاء الله حدث يعني فريد من نوعه الأول من نوعه يعني. فطبعا شرف للنادي الاهلي انه بيمثل مصر وبيمثل افريقيا كبطل القاره في هذه البطوله. فطبعا لا ده كابتن شوبير احنا بنحسه واحنا بنشارك في البطولات وبنحسه حتى يعني انا بحسه لما بروح مثلا مؤتمرات او حاجات ورش عمل او حاجات يعني ما تبقاش ليها بعد جماهيري او بعد اعلامي كبير. لكن حقيقي مش بقولها برضه مجامله لا انا بحس الناس اللي قاعدين معانا على الترابيزه في بنعمل عرض بنعمل اي برزنتيشن ورشه عمل لا الناس عارفه قيمه النادي الاهلي كويس جدا عارفه ان ده النادي الاكبر في افريقيا عارفه انه بيشارك في بطولات عالم. ده انا بلمسه حتى لما بنتكلم مع اي زملائنا في انديه اخرى او مؤسسات عالميه اخرى ده موجود من زمان صحيح الحمد لله. وانا يعني بتشرف بده ان كنت واحد من مجموعه عمل كبيره ساهمنا في ده واضافنا مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي والاجهزه الفنيه واللاعبين ده لكن الحمد لله يعني ده انا بلمسه في كل مكان بروحه يعني وبتشرف بيه دايما يعني. طيب سميت هذه المباراه بمباراه القرن. ايوه ومن قبلها كان نادي القرن يعني مظبوط. شايف ان المسميين لايقين على بعض وماشيين في سكه واحده؟ طبعا هو نادي القرن مسمى اقوى ومسمى بشوفه دايما الاحق بيه النادي الاهلي. وخليني برضو كابتن شوير يعني طالما اثرنا النقطه دي برضو اوضح حاجه عشان انا يعني ممكن ما بحبش نرد قوي في الحاجات دي لكن في امور لما بتوصل من مسؤولين وتوصل مثلا مسؤولين يبداوا يتهموا ناس على قيد الحياه او ناس مش على قيد الحياه بانه ده جامل هنا وانه اصل ده زور هنا وانه ده مش عارف عمل ايه هنا وبتبدا مع احترامي بتبقى دي ناس كبيره وناس مسؤوله وفي اجيال جديده ما شافتش الحاجات دي وما شافتش وما عاشرتش الناس دي فالسوشيال ميديا بتنقل من هنا وتغير كلام من هنا وتزود من هنا وكله بيعتمد على ان هو مش قادر يبحث عن المعلومه الدقيقه فبياخد المعلومه من على الوش زي ما بنقول. لكن لا عشان احقاقا للحق ومش عشان انتمائي للنادي الاهلي وانا بحترم نادي الزمالك جدا وهو المنافس التقليدي للنادي الاهلي وطول ما انت المنافس على فكره بتاعك منافس قوي ومنافس محترم وليه جماهيريه وليه شعبيه وليه تاريخ ده بيحفزك اكتر زي اي منافسه حتى ما بين اثنين لعيبه في نفس المركز يعني. فده احنا بنحترمه لكن خلينا نقول بالمنطق وبالعقل بتحليل بسيط يعني انا مش موضوع بقى النقاط وال اصل الكرايتيريا كانت ايه في 94 وفي 97 وفي 2000 لا انت حته عدد البطولات كنادي اهلي في وقت من الاوقات ان 7 بطولات او 9 بطولات او وات ايفر انا عايز بس اقول حاجه ان 9 بطولات حتى للي كان مشارك فيها نادي الزمالك في منهم جزء كبير جدا يكون تلتهم النادي الزمالك كان داخل مكان النادي الاهلي فيهم. صح صحيح. دي نقطه يمكن في ناس تاجيال وده مش تقليل من نادي الزمالك على فكره. نعم. واللي حتى البطولات دي لما نادي الزمالك حققها لا حققها بمجهود وحققها بلاعيبته وبجمهوره وكل حاجه لكن اللي عايز اقوله ايه؟ احنا من الاول في البطوله سنه 86 حركه تبقى يعني واعي الكلام ده كويس جدا وفاكره كويس جدا مشارك فيه طبعا في قلب الحدث ان 86 النادي الاهلي هو اصلا بطل الدوري 85 والنادي الاهلي برضو عشان انا بقول ده للناس او الاجيال الجديده او الشباب اللي هم ممكن بيبقوش عاشوا ده ان سنه 6 رغم ان انا مواليد 86 بس انا عارف المعلومه يعني ذاكر فانا 85 النادي الاهلي كان بطل الدوري فنادي الاهلي عشان كان كسبان بطوله الكؤوس الافريقيه كاس الكؤوس الافريقيه فعايز يحافظ 84 85 فالنادي الاهلي كان بطل الدوري والكاس 85 مظبوط فاختار انه يشارك في ابطال كؤوس افريقيا 86 عشان يحتفظ بيها كانت الفكر ساعتها ان 3 مرات تحتفظ بيها مدى الحياه فوقتها مجلس الاداره فضل انه يشارك في البطوله دي فبالتالي وصيف الدوري النادي الاهلي نادي الزمالك وله كل الاحترام شارك في 86 وتوفق فيها وخدها للنادي الاهلي. نفس القصه على فكره حصلت نادي الزمالك 84 مع المقاولين العرب. نفس القصه بالظبط كان المقاولين برده كسبان البطوله 82 و83 وشارك برده في كاس الكؤوس كان الزمالك برده مش بطل الدوري ولا الكاس. نفس القصه في 96 96 النادي الاهلي انا بداياتي بقى ده انا وعيت عليه انا بدات بقى يعني اشجع يعني وابقى مندمج في القصه من 94 كنت 8 سنين ساعتها من وانا سنه 94 فده بدايتي والحمد لله بدات ايه من 94 دي النادي الاهلي خد دوري 7 مرات ورا بعض صح
النادي الاهلي اتظلم في بطوله السوبر بتاعت افريقيا بتاعت 94 كان نعم. ظلم يعني واضح جدا نعم. ممكن حكم يعني اخطاء مش طبيعيه في المباراه. القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها. بس انا وعدت الناس ان في يوم من الايام هقولها، لكن والله العظيم ثلاثه انا باقسم بالله القصه الحقيقيه عندي بس انا مش قادر اقولها. يعني ده بقى بيودينا يا كابتن شوبير لحته ثانيه. نعم. ان انا 94 نادي الاهلي وقتها بعد احداث المباراه، فكابتن ابراهيم حسن أيوة. اعترض بشده على الحكم فطلع له ايقاف سنه محليا وقاريا وعالميا وكل حاجه، وانذار بالتوجيه انذار لكابتن طارق سليم بالايقاف. نعم. اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي عدم برئاسه كابتن صالح سليم رحمه نعم. الله عليه، عدم المشاركه في بطولات افريقيا او عدم المشاركه في البطوله القادمه. فبالتالي قرار الاتحاد الافريقي عدم مشاركه النادي الاهلي ثلاث سنين ورا بعض. مظبوط. لو ما كانوا 95 96 97 النادي الاهلي كان بطل الدوري في الثلاث سنين دول. نعم. بالتالي نادي الزمالك برضو شارك في 96 مكان نعم. النادي الاهلي. هو نادي الاهلي وشه حلو عليه يعني. نعم. المفروض يبعتوا لنا جواب شكر على فكره مش يقولوا لنا احنا نادي الكار. فنادي الزمالك ساعتها كسب بطوله 96 وكسب 97 السوبر. نعم مظبوط. الافريقي بناء على نعم. 96 قدام المقاولين العرب. ايوه صح. تمام. فدول انا يعني انا على فكره عشان تاني من الكلام ما يروحش في السوشيال ميديا غلط يقول لك ده بيقلل، لا نادي الزمالك اجتهد ودخل البطولات دي باجتهاده وبدون مجاملات وكسبها بعرقه وبجهده. لكن انا اللي عايز اقوله انه لو النادي الاهلي اصلا كان مشارك في البطولات دي بقراره نعم. هو لا شوف. كان على الاقل يا كابتن نعم. شوبير انا مش هقول ان احنا كنا هنخش يعني نعم. طبيعي كنا هناخد البطولات دي بس نعم. على الاقل انت التسعه دي كانت هتبقى سته يعني. لا لا هو بس عشان انا بس عايز اقول ده الطبيعي ان انت كمان محليا كنت مسيطر في طول السنوات الثمانينات التسعينات، فمش طبيعي ان انا ابقى محليا. عشان اريحك انا ما بحبش اتكلم في الموضوع انا بس انا بقولها ليه عشان نقفل بقى القصه دي ان انا ده جامد. لا ما تقفلهاش بالعكس ومش عارف مش عايزك تقفلها والشخصيه المحترمه مش من مصلحتك انك تقفلها. مصطفى مراد فهمي راجل يعني راجل جميل بيتهاجم بشكل مش طبيعي بس مهمين على حاجه مش حقيقيه انه بالعكس مش من نصيحتك تقفلها وخليها شغله الاخرين خليهم ينشغلوا بها كثيرا. لكن هو القصه انه مصطفى مراد فهمي كان عضوا في مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت اللي اتخذت طبعا الوقت اللي اتخذت فيه العقوبات ضد ابراهيم حسن عضو معين وضد الكابتن ضد الكابتن طارق سليم، والاهلي انزعج بشده وقرر الانسحاب من البطولات الافريقيه. والمهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. مظبوط. وده اغضب الكابتن صالح سليم جدا، وبعد كده خلاص هو كان عضو معاهم فما جاش ما دخلش. ده عشان بس شبهه ننفي شبهه الانحياز. ادي نمره واحد. نمره اتنين، انت عندك نظام كريتيريا اتحط تحدد بيه من قبلها بست سنين. ايوه ما هو فالقصه محسومه بنسبه ما دي بقى اتناقشت كتير جدا. لكن اللي ما اتناقشتش قوي الجزء اللي انا بقول بتاع المشاركات. لا لا مش مهم. لا هو شارك انت وهو انت في لا لان انا بقول ده بايه؟ بالمنطق او بالعقل. لا انا يعني اللي يهمني اللي انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، لكن اللي يهمني انت اتحاد افريقي ما حطش المعيار ده سنه 2000 ولا 98 ولا 97، حطه من قبلها بكتير جدا. هو ملوش علاقه انت شاركت ولا ما شاركتش، انت كنت بطل وسبت ده، دي مش مشكله الاتحاد الافريقي. لكن المعيار بتاع التقييم كان موجود وموجود من بدري وخلصت القصه. والاهلي هو نادي القرن والاهلي هو لا وبعدين النادي الاهلي لو بيتجامل من الاتحاد الافريقي مش هيمنعه ثلاث سنين ان هو بالظبط. انا بقول لك كان ساعتها يعني سكرتير الاتحاد الافريقي كان عضو مجلس اداره يعني ان انت تاخد اللقب ده مش هيمنعك ان انت تشارك يعني. اجمل لحظه في مباراه القرن، اجمل لحظه في مباراه القضيه بالنسبه لمحمد سراج. اجمل لحظه اكيد لحظه الهدف يعني. لحظه الهدف طبعا. نعم طبعا يعني لحظه الهدف وصافره النهايه. صافره يعني النهايه. انا صافره النهايه. انا اجمل لحظه. بس هي لحظه الهدف بتبقى يعني بالنسبه لك مفاجاه يعني. انت صافره النهايه قاعد مستني وعارف ان ايه ان شاء الله الثمان دقائق او الوقت ضايع هيخلص هيصفر، لكن الجون انت مش متوقع هيجي. انا انت عارف انا ايه ساكن ملمس مع ميت عقبه يعني. أيوه. كلهم حبايبنا هناك والوزاز يعني. انا اخر مهندسين واوائل ميت عقبه يعني. فانا ليا حته كده في البيت معينه بقعد اتفرج فيها، بقعد مربع كده وجنبي مراتي ومحدش يتفرج معانا خالص، وهي طبعا بتفضل تلف بتبقى قلقانه يعني فبعض. فالمهم في قهوه كبيره جدا تحت البيت، فجبنا جون بدري عمرو السليه. فانت ميت عقبه يعني المفروض تتكلم في زمانك. فلقيت صوت عالي جدا، قلت ايه ده؟ فبصيت بسرعه فلقيت اهلاويه كتير قاعدين على القهوه. طيب تمام. المهم لما شيكابالا جاب جون التعادل الصوت كان اعلى بقى، بس بصوت اعلى طبعا لان انت في المنطقه وسط المكان. برضه بصيت لو كان جول حلو او كان جول حلو طبعا. فبعد الجول بقى بتاع قفشه فلقيت الصوت عالي جدا بشكل يعني يخض. كان جون احلى.
لا لا انت عارف انت بتتكلم في معقل زملكاوي. ايوه طبعا. فلقيت صوت عالي جدا اهلاويه كتير جدا قاعدين وانطلقوا. وبعدين استنيت بقى مع صفاره الحكم انا الشويه بقى اللي بعد الجون دول هم كانوا اصعب شويه عليا. اصعب شويه عليا طبعا. هم دول اصعب شويه عليا. هم دول كانوا صعبين جدا لان انت وعيني كلها على الحكم هيصفر امتى. هي عايز الماتش يخلص بقى خلاص. فصفر يعني. فروحت جاري على البلكونه عشان اشوف الناس فانطلقت افراح. فكانت مفاجاه مدويه بالنسبه لي انه من المعقل ده العدد الكبير جدا الاهلاويه اللي كانوا موجودين هناك. تعال ناخد كده مش بريك نتفرج نسمع اغنيه حلوه ونستعيد الذكريات مع الاهداف ومع البطوله ومع القضيه ممكن. وبعدين عندنا اسئله كثيره جدا مع اللي منورنا النهارده مهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا معانا سوشيال ميديا ومعانا ناس كتير هتسال هخليها بس شويه. لكن عايز اسالك سؤال مهم هو استاد النادي الاهلي وانت ليك دور في هذا الملف وبقى حلم الجماهير النادي الاهلي بتسال بتتساءل الاخبار ايه؟ هو حاليا استاد النادي الاهلي في القلعه الحمراء. نعم. برئاسه الاستاذ محمد كامل طبعا. والناس عامله تصور محترم جدا للمشروع وتحالف كبير جدا تم الاعلان عنه في شهر 6 لاسامي الشركات سواء المشاركه كمقاولات او الاستشاريين الهندسيين او التمويل او خلافه. وهو الراجل شغال معاه مجموعه عمل قويه جدا وناس خبرات كبيره من مجالات مختلفه ووزراء سابقين فلا هم ان شاء الله القصه معاهم طبعا بالتعاون مع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه. وطبعا حصل تشكيل جديد برضو شركه النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. لا استاذ ايمن حسين شركه الكوره في استاذ تامر شركه الاهلي منشات او مهندس تامر طبعا شركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه. فطبعا هو بالتعاون مع شركه النادي الاهلي للمنشات الرياضيه مع التحالف او مع القلعه الحمراء هو ده ان شاء الله باذن الله اللي يعني بالتعاون مع بعض هيتم الاعلان في الوقت اللي هيحدده طبعا كابتن محمود الخطيب معاهم. هل الامور اقتربت ولا لسه بعيده؟ برضو انا افضل يعني هم قصه معاهم فافضل هم اللي يوضحوا يعني. هم اللي يوضحوا ان شاء الله نراه قريبا باذن الله. برضو انت كان ليك فكره في تطوير استاد التتش مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ لا احنا وقت استاد التتش كنا بس عندنا فكر ان احنا نغير الارضيه بتاعت الاستاد وكان بقى لها كذا سنه الفكره دي والكابتن يعني كان مرحب بيها لكن الوقت دي الوقت ان احنا عندنا دايما يعني في مصر تلاحم المواسم الرهيب اللي ما بيحصلش في العالم كله فما فيش وقت عندك يعني احنا كنا محتاجين يعني كام شهر مثلا على الاقل عشان تغير الارضيه فهتروح تلعب في طبعا كان كل مدير فني كان دايما مثلا الكابتن يرجع للمدير الفني هو صاحب الشان او صاحب الراي فيقول له انا نفسيا مش عايز اطلع اغير كل الـ حتى غرف الملابس بتاعتي والجاكوزي والساونا والجيم والحاجات دي اروح مكان تاني واللعيبه وكان مثلا تدخل على ماتشات دوري وماتشات افريقيا فكان كذا مدرب على فكره وقت فايلر هو عايز يغير بس هو ما عندوش متسع يعني المدربين كلهم عايزين بس فيش كانش فيه متسع بس بدات الاونه الاخيره حتى متهيألي في تحسن جامد في الارضيه في تحسن جامد في الارضيه لانه بدا برضو في شركه صيانه كبيره عالميه برضو اللي اشتغلت في استاد القاهره وفي استادات اخرى هي اللي متوليه الامر فشغالين بشكل كويس يعني. الجمعه القادم في انتخابات لكن هذا الهدوء الشديد جدا وهذا الايثار من اعضاء النادي الاهلي وانا بقولها المسانده من اعضاء النادي الاهلي لمجلس الاداره انه ما حدش تقدم دكتور احمد ابو النصر ثم تنازل لم يبقى سوى المستشار محمود فهمي احد قامات النادي طبعًا الاهلي طبعًا عبر تاريخه لمنصب نائب الرئيس لكنه مش حاسين انه في انتخابات على الاطلاق وحتى انا كنت في النادي الكام يوم اللي فاتوا ما حدش خالص كانت الناس كلها بتتكلم والله اللي فكرني بس كان دكتور احمد ابو النصر كان معلق يافطه كده قدام النادي بس لسه موجوده ما اتشالتش يعني. شايف انه ده تقدير من الاعضاء من الاعضاء للمجلس وايضا لاسم الراحل العامري فاروق حتى ظل اسمه نائبا للرئيس حتى نهايه الدوره؟ طبعا يعني خلينا نتكلم بس عن سياده الوزير العامري فاروق رحمه الله عليه لانه ده من اكثر الناس اللي اثروا فينا كلنا يعني اثروا فينا من الناحيه المعنويه والشخصيه ومن الناحيه الاداريه في النادي كمان لان كنا بنتعلم منه جدا. الراجل كان درجي وشغوف ومخلص وما بيسيبش تفصيله واحده والحقيقه وكان
يعني دايما بي يعني بيحتوي برضو يعني مشاكل موجودة مثلا عندنا كشباب، لو في حماس لو في أفكار لو بيسمعنا بيقعد يتكلم معنا بيشجعنا حقيقة من الشخصيات اللي مش هتتعوض يعني طبعا. مكانه يعني طبعا افتقدنا كلنا ورحمة الله عليه، ربنا رب يرحمه ويغفر له. أكيد الفترة اللي جاية دي بإذن الله هيكون في جماعة عمومية للنادي الأهلي يوم 28 ويوم 29 في جماعة عمومية للنادي الأهلي. نعم. اكتملت الجمعية طبعا في مستشار محمود فهمي القامة العظيمة طبعاً الكبيرة ربنا يديله الصحة. ما اكتملتش، احنا الوضع بيبقى لا أنا خلاص ده أوكي. بس أنا بتكلم على سلوك أعضاء النادي الأهلي. بالظبط بس التفاف أعضاء النادي الأهلي بصراحة حول المجلس وفات الكابتن الخطيب ده كان بالنسبة لنا مش مفاجأة. مش مفاجأة بالنسبة لنا يعني ما كناش مثلا يعني حاسين ناس. احنا دايما عندنا الطبع فعلا اللي قلته حضرتك في أول كلامي يعني مصلحة النادي هي اللي دايما بتبقى رقم واحد. وده طابع الأعضاء في النادي الأهلي وطابع الجمهور وطابع حتى مجالس الادارات السابقه. يعني ما كانش حد عنده مطمع من مجلس اداره سابق مثلا واسامي كبيره كلها موجوده بره كحد ينزل على منصب ده. لا، الناس كلها محترمه النادي ومحترمه نفسها ومحترمه الكيان اللي هي فيه كاعضاء كمجالس ادارات كجمهور. فده سلو النادي الاهلي يعني. كنت من كام يوم كده مع واحد من يعني ايه رموز المعارضه الشديده داخل النادي الاهلي، كلهم اصدقاء يعني بلا استثناء. فسالته فقلت له أنا توقعت أنك تترشح لمنصب نائب الرئيس. قال لي أنا؟ قلت له هو معارض يعني لديد يعني معارض يعني. فقال لي أنزل ليه؟ فقلت له حقك طبيعي أنك تترشح يعني. ففوجئت الحياة برده. قال لي المجلس ماشي كويس جدا والمسيرة زي الفل و100 فل و14 وإحنا في النهاية عايزين نادي كويس. فالنادي ماشي كويس، ماشي رياضيا كويس، ماشي انشائيا كويس، ماشي اخلاقيا كويس. فانا ليه حتى اعمل اسبوع خميره عكننه على النادي؟ فعجبني قوي. لا طبعا ما هي والله عجبني جدا رد. لا رد طبعا محترم يعني. بالعكس انا وهو يعني هو ده زي ما قلت حق في البدايه يعني هي بتبقى النوايا دي اللي بتنجح النادي وتوفق النادي. ان الناس كلها صحيح بتبقى همها الاول النادي الاهلي ومش همه حاجه شخصيه ان انا هخش ازاحم اخش استغل فرصه معينه ان انا اخد منصب معين. شايف النادي ماشي بشكل كويس. لو النادي مش ماشي بشكل كويس هو شايف ان هو طبعاً هيقدر يخش كاضافه طبعاً هيدخل والاعضاء بيتفهموا ده بأي حد طبعا بالظبط. نعم. عندهم الترمومتر ده ان هم نعم يعرفوا يميزوا صحيح ما بين الجميع يعني. انا عارف ان علاقتك بجمهور النادي الاهلي علاقه جيده جدا يعني، وفي لقاء سابق كنا تحدثنا عن ازمه جماهير النادي الاهلي والحمد لله والشكر لله انفرجت الازمه بشكل كبير جدا جدا وفي طريقها ان شاء الله لل أتمنى النهايه ان شاء الله. والحقيقه الدوله واخده خطوات ممتازه في هذا الامر ونسمع اخبار طيبه قريبا باذن الله عن باقي اولادنا. ازمه جماهير الاسماعيلي انفرجت الحمد لله كلهم ودي اسعدتني جدا والله ان جمهور النادي الاسماعيلي طبعا كلهم يعني اصل في النهايه كله احنا اخوات وشباب وبيبقى حماس كلهم يعني حماس شباب فانت برضو يعني بتبقى بتتاثر جامد. نعم. يعني حتى على الاهالي اللي بتبقى اولادهم بقى لهم سنه ونص وسنتين موضوع صعب جدا يعني طبعا. صح زي ما حضرتك قلت حصل خطوات ايجابيه والدوله مشكوره الحمد لله في كل الجهات الامنيه ساعدت وعدد كبيره خرجت. لا زال في اعداد تانية موجوده جوه في قضايا مختلفه. اتمنى ان شاء الله يكون في نظره ليهم ويخرجوا مع بقيه المجموعات ويتم بقى احتواء جديد للروابط الجمهور وللشباب. نعم. لكل الطوائف يعني الاهلي زمالك اسماعيلي الاهلي فاميلي الجديده دي عجباني الحقيقه يعني هو كله بيبقى ليه فكره وكله بيبقى ليه طريقته يعني. لكن انا في النهايه بعيدا عن المسميات يعني اتمنى ان يبقى في نظره لروابط الجمهور القديمه مره اخرى يعني حتى يعودوا كمان لتشجيع المنتخب لانه ده مهم. هي يعودوا لتشجيع المنتخب. احنا في وقت من الاوقات كان عندنا كل الانديه وكل الجمهور الانديه كان بشكل قوي جدا متواجد على الارض وكان الجمهور كله بيبقى في ظهر نادي وبالتالي كان الجمهور ده عنده شغف وعنده حب فكان كلهم بيروحوا مع بعض بقى ماتشات المنتخب. نعم. لان كان في حاله صحيح معينه. الحاله دلوقتي ممكن فيها تخوف شويه فيها قلق شويه حتى الاهالي يخافوا بس هي انا شايف ان في خطوات بتحصل صحيح افضل ان شاء الله. اتمنى وانا عايز احيي مجلس اداره الاهلي الحقيقه لان انتوا قايمين بدور جبار في كل الاتجاهات حتى في موضوع التذاكر وفي موضوع اسعار التذاكر والتفاوض لانه يعني انا خايف بكره جدا انه الجمهور. انا مدرب فريق استاد ابيجان قال لك ان الرعب عندي من الجمهور
بتاع النادي الاهلي وهو اتفرج على ماتش العين، وكان القصه بالنسبه له العين دي، لان انا ليا علاقات جيده باخواتنا في العين، قالوا لي لحد دلوقتي احنا مش مصدقين المنظر المرعب اللي حصل قدامنا ماتش العين. احنا حتى كنا انا ومحمد الجارحي كنا في استقبال الوفد بتاع النادي العين في المطار. ناس محترمه الحقيقه جدا قوي. ماتش خلص 3-0 فاحنا شفناهم جنبنا في المقصوره بيبتسموا سعداء ورحنا سلمنا عليهم يعني ونقول لهم هارد لك وكده. كانوا منبهرين بشكل بيصوروا ومبسوطين وخدنا صور مع بعض كلنا وحاله يعني تالف جميله واخواتنا وحبايبنا، وكانوا شكل الجمهور جميل بالنسبه لهم وعاجبهم والاستاد مليان والكلام ده. ونتمنى ان ده يكون موجود ان شاء الله. اتمنى ان اكون موجود بكره، اتمنى اكون موجود في ماتشات الدوري. يبدا نرجع تاني للساعه الكامله، لان برضو يا كابتن شوبير الموضوع ده غير اللي هو اهم فيه حاجه موضوع معنوي كجمهور، انت برضو الناحيه الثانيه بقى كموضوع بنتكلم كايرادات او كده نادي طبعا متاثر جدا. انت بيمثل لك انت عالميا موضوع التيكتنج او الجماهير ده 30% من ايرادات الانديه. مظبوط مظبوط. احنا هتيجي تحسبها في النادي الاهلي مش مكمل 1%. طبعا. 1% انت مش بيجيب لك حاجه تقريبا يعني كماتشات دوري وكحتى بالمقصوره الرئيسيه بتبيعها سيزون تيكت بالاماميه بكل حاجه مش مكمل 1%. مش مكمل اللي بيدخلك مثلا 20 مليون جنيه في السنه ولا حاجه ولا حاجة. وانت في مصاريف يعني انت الاستاد القاهره في رنت للاستاد وفي خدمات امنيه وخلافه فانت ما فيش يعني بالنسبه لك ما بي مش بيدخلك حاجه يعني يعني فطبعا نتمنى ان هو يبدا يرجع بشكل قوي زي زمان. ده جزء من العين قبل المباراه، انت عارف المباراه كانت بالليل والجمهور كان من بدري موجود في الاستاد. صوره تظل خالده، وبعدين هجيب لك الصوره والملعب كله بقى مليان على اخره بالجماهير اللي الحقيقه عملت ملحمه. وانا دايما يعني بارخ لمباراه الكره المصريه، ده من وجهه نظري انا الشخصيه، بعض بيغضب مني ما قبل مباراه العين وبعد ما قبل مباراه الاهلي والعين وبعد مباراه الاهلي والعين. مش الحضور الجماهيري، الحضور بيبقى مليان على اخره، لكنه طريقه التشجيع وشكل التشجيع والاستنفار العام بكل الحب وكل الاحترام للمنافس والمسانده الرهيبه جدا لفريقك في هذا اللقاء من قبل المباراه وفي وسط المباراه وبعد المباراه. انا كانش في غلطه، كانش في غلطه الحقيقه، مفيش غلطه حقيقه من من الجمهور ومن الامن ومن كل الجهات خيرهم والله الحقيقه يعني هم كله كان متعاون جدا في اليوم ده. وحتى لما حصل بعض الاخطاء من مجاميع قليله او تذاكر ما كانتش موجوده، لا طلعوا بعديها على طول يعني الدنيا كانت اتعالجت بسهوله. التذاكر مزوره يعني قصدي الدنيا مشيت، وده اللي بنتمناه ان كله يبقى بسلاسه يعني. صحيح. لكن الشكل كان رائع، الشكل كان رائع ومنظم. بص المنظر ده، ده انا بقول لك ده مشهد فريد من نوعه يعني. انا بقول لك مش حضور اولا تقريبا 99% بالتيشيرت الاحمر. الغنى والهتافات والتشجيع لم تنقطع من بدايه من قبل المباراه بساعات حتى نهايه المباراه. ما شاء الله في مسانده ومؤازره. لا اليوم ده يظل عالمي، عشان كده بنتمنى الاستمراريه ان شاء الله لكل جمهورنا. بنتمنى ان كله يتلاحم مع بعضه، بنتمنى ان المشهد اللي بنشوفه في القاهره نشوفه في المحافظات، نشوفه يبقى كل يعني الجمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد او كتله واحده، ما يكونش فيه تفككات او مجموعات مختلفه. اللي ما راحش بتيشيرت احمر يوميها بس يا تيشيرت احمر يا تيشيرت بتاع النادي الاهلي برضه يعني التيشيرت الثاني يعني نادر واحد بس يكون بردان شويه لابس جاكيت تريننج ولا حاجه. لكن الكل الحقيقه بالشكل الجميل. ما شباب مشكورين كلهم. مشكورين جدا. بس عندي اسئله، بس تعالى ناخد شويه اسئله كده من السوشيال ميديا، لان عندنا عاملين هاشتاج اسبوع القاضيه. تعالى نروح كده لبعض الاسئله ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع منورنا محمد سراج. عمرو الدالي، تحياتي كابتن شوبير واستاذ سراج العضو النشط والفعال، عايزين صفقات لكاس العالم 2025، رد على ده الاول. زي ما قلنا برضو في البدايه ان احنا بنثق جدا في رؤيه كابتن محمود الخطيب مع قطاع الكره في النادي الاهلي، بيبقى في تلبيه احتياجات للنادي ولقطاع الكره وفريق الكره مع طبعا الاتفاق مع الجهاز الفني. يعني انت مش بتجيب صفقات مع نفسك كده او لا، بيبقى طبعا في اتفاق. فطبعا اكيد اكيد النادي الاهلي لازم قبل 2025 يكون في تدعيم بصفقات، ده انا متفق معاه طبعا. ولكن انا اللي عايز اقوله انه انا اثق في رؤيه يعني قطاع كره القدم في النادي مع كولر انه ان شاء الله يكونوا يختاروا الصفقات الافضل اللي تناسبنا بعد كده. كل الرساله ده كل بيبقى الدعم في الاخر مجلس اداره يعني. احنا بالتاكيد ما بنعتمد ماليا الصفقات، احنا مش يعني مش بنتاخر عن ده خالص في النادي، بالعكس احنا بنبقى عايزين ان احنا ندعم بافضل طرق
ممكن يبقى فيها اوقات اتاخرنا فيها شويه واوقات ما توفقناش فيها، لكن في النهايه اكيد الاستراتيجيه ان احنا ندعم الفريق بافضل شكل ممكن. اللي بعده، انا دمي فلسطيني، مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير وعلى ضيفك المحترم محمد سراج اللي بنسميه مسؤول بروح جمهور الثالثه شمال. سؤالي ليه، ايه هي اصعب بطوله عشتها مع الاهلي، وهل الاهلي هيقدر يتعاقد مع مهاجم قوي جنب وسام قبل كاس العالم؟ واحب اقول لحضرتك نورت قناه اعظم نادي في الكون، اشكرك. ربنا يخليك. نحيي طبعا الاول العالم الرائع والعظيم واسم فلسطين، وربنا رب ينصر اهلنا يا رب يا رب، اللهم انصر دائما يا رب. يعني فلسطين ولبنان وكل مكان طبعا في كل الدول العربيه يا رب. طبعا زي نفس برضو رد السؤال اللي فات، ان دي طبعا هتكون رؤيه لمستر كولر مع قطاع الكوره، واكيد كابتن محمود الخطيب مش هيتاخر عن طلبات مستر كولر قبل ما بطوله كاس العالم 2025. دي بطوله هامه جدا في تاريخ النادي الاهلي. احنا عندنا مرحلتين اعتقد في يناير وكمان 1/6 هيكون في فاتحين الفرق المشاركه، فاعتقد لا اكيد اكيد هيكون المناسبتين دول فيهم فرصه للتدعيم باذن الله للنادي. اللي بعده عبد الرحمن وبرضه علم فلسطين، اهلا يا باشمهندس محمد سراج، ليه اسعار التذاكر في الاهلي لا يتم خفضها، ما تكونش ب 50 جنيه زي المنافسين، وده هيفرق كتير في الحضور الجماهيري. من البدايه بس بقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي باذل مجهود رهيب جدا 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 في هذا الامر، وانتم ساهمتم اكتر من مره في هذا الامر، واعتقد ان انتم شغالين في محاولات كثيره من اجل بالعكس. يعني اخر اجتماع لجنه امارات كابتن محمود حضر معنا كان قبل تعبه، يعني الكلام ده من حوالي مثلا اسبوعين ثلاثه، وبالعكس هو كان عايز ان هو احنا نخفضها لسعر 50 جنيه. كان احنا عندنا برضو بيبقى ساعات في حاجات غايبه عننا شويه، ان احنا من ضمن الحاجات ان احنا مش لوحدنا في موضوع التذاكر، احنا تذكرتي معانا فهي بتطبع هي التذاكر وليها تكلفه على التذاكر والكلام ده كله، فالتكلفتها هي لوحدها بتبقى فوق ال 50 جنيه دي، فهي تقول لك انا مش هينفع ان انا ابيعها اقل من 50. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في اصلا جواب في اللائحه او جواب جاي لنا، واللائحه بتاعت رابطه الانديه تقول لك وده احنا برضو اتكلمنا فيه وبعتنا لهم عليه، ان الحد الادنى 75 جنيه للتذكره. نعم. يعني وعلى فكره يعني هو برضو دي انا حابب برضو اضيف فيها ان احنا دي مبعوته لنا رسمي من الرابطه ان 75 جنيه، فطبعا دي نتمنى ان هي تقل وبنتكلم فيها معاهم. ولازم برضو يبقى في حد اقصى. طبعا انا شايف انه لازم في حد اقصى. ليه؟ لان ما تفتحش المجال، انت عندك الدوري معظمه ثلاث ارباع انديه شركات. تمام. انت ممكن تيجي في وقت من الاوقات المباراه اللي بيملكها نادي شركات قدام مثلا نادي جماهيري فمش عايزه يحضر لسبب ما، لسبب منافسه، لسبب كذا. ده حصل معانا. نعم. فكانت التذاكر وصلت لالاف بشكل مش منطقي. بس الجماهير كانت عظيمه. والجماهير كانت عظيمه طبعا. عظيمه. لكن قصدي من الاول انه ده لازم يتم حكايه، ولازم برضو ان حته ال 50 50 مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب في الهوم بتاعي. نعم. وابقى عليا 50% بس والاوي ليه 50، ما هو ده ما بيحصلش بره. ده 5% مثلا. صحيح. فاحنا برضو دي بنحاول ان احنا نخفضها ل 25، يعني في امور كده في اللائحه دي مش بتاعت النادي الاهلي بس احنا بنحاول نعملها. حلو. اللي بعد مهندس محمد علي، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك والنسر الاهلي استاذ محمد سراج، ايه الطريقه اللي نقدر بيها نجيب حقوقنا ونرد الظلم اللي بيواجهه النادي الاهلي احيانا من المنظومه الرياضيه عندنا وما فيها من تجاوزات واخطاء تحكيميه واعلاميه وهكذا؟ حارس الاهلي اعلاميا احنا الاهلي موجودين، ما تقلقوش يعني. لا احنا اكيد تحكيمية طبعا المجلس كمان يعني ما شاء الله احنا المجلس يعني لما بيكون في اي اخطاء من اي نوع دايما بيكون في اكشن وفي حركه وفي اجتماعات وفي بيانات بتصدر وفي اعتراضات وخطابات وخلافه. اما اعلاميا فانا حقيقي مش مجامله بس شايف ان الحمد لله قناه النادي الاهلي وبرنامج حضرتك ويعني منصه اعلاميه قويه للدفاع عن النادي. يحفظك يا رب. عندك مركز اعلامي كمان قوي في النادي الاهلي اكيد. انا برضو مش عايزين يعني برضو اداره يعني. الاعلام في النادي الاهلي عامله طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت. احنا ارقام السوشيال ميديا حتى عندنا كصفحات فيسبوك انستجرام تويتر الكلام ده كله. لكن هو انا فاهم سؤاله عشان انت كاستراتيجيه النادي الاهلي في الصفحات الرسميه والمواقع الرسميه مش هتخش تهاجم او هترد بشكل معين يعني. لكن هي بيبقى مهمتها ان انت بتكبر القاعده الجماهيريه بتاعتك وهم ماشيين فيها بشكل 100% ممتازه. اللي بعد عبد الله رضوان وده من اصدقاء البرنامج، السلام عليكم كابتن شوبير، تحياتي لك يا استاذ محمد سراج، سمعنا عن المشروع استاد الاهلي هيكون في جامعه ومستشفى، ليه ما نسميش الجامعه باسم الراحل عمرو فاروق الله يرحمه لان ده كان اقتراحه، وهل المشروع ده ممكن يرى النور قريبا ام سنظل نسمع كلمه قريبا قريبا؟ هل في جامعه مستشفى فعلا؟ يعني عجبني والله الاقتراح. حلو الاقتراح والله. عجبني جدا ويعني
اتمنى ان شاء الله. اه طبعا هي فيها هي اصلا مش استاد فقط، هي مدينه رياضيه، مدينة رياضية. تم الاعلان عنه مدينه رياضيه كامله، استاد، مستشفى اصابات الملاعب، مستشفى يعني طبي رياضي، وجامعه ومتحف داخل الاستاد. فده مجموعه من المكونات اللي جوه المدينه الرياضيه. أيوة. منهم طبعا الجامعه، او دي من اهتماماتنا الكبيره يعني. فطبعا اطلاق اسمها اسم طبعا الراحل العمري فاروق رحمه الله عليه، دي حاجه تساعدنا انا بشكل شخصي. في النهايه ده اقتراح جميل، اكيد ان احنا نقدر ان احنا نعرضه على مجلس الاداره ونعرضه على القلعه الحمراء، وان شاء الله يرى النور يعني. جميل. اللي بعد، انتوا عطلتوا جوه ولا ايه يا جماعه؟ ضياء عويس، يا كابتن تحيات شديده لك، قوتك كاعلامي اضافه بشده لقوه قناه الاهلي. الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد يا استاذ ضياء. سؤال الاهم للاستاذ سراج، اين وصل مشروع استاد الاهلي؟ جاوبنا عليه. اللي بعد، الروبي، تحيه كبيره على نظر الاعلام احمد واحلى كابتن احمد واحلى احتفاليه بنعيش على قناتنا في عظمه بتحصل. مرحب بالاستاذ محمد سراج. السؤال الاول، عايزين نشوف مباريات الاهلي في الدوري على قناتنا. انا ارد عليك هنا، دي حقوق يا جماعه مش بتاعه قناه النادي الاهلي على الاطلاق، وفي منظومه في هذا الامر، وبالتالي هناك قناه رسميه ناقله للدوري العام ولها كل الحب وكل الاحترام، والبيع مش جماعي، البيع لقناه واحده وهي قنوات اون تايم سبورتس. اخيرا، رجاء السفر، رجاء قبل السفر لقطر فتح تمرين الاهلي للجمهور. والله يا ريت يعني اتعمل تمرينه في الاستاد والناس تهدر. والله هي دي برضو يعني هي برضو بتبقى طبعا محتاجه تنسيق مع الجهات الامنيه. نعم. ممكن نتكلم فيها. نعم. يعني واتمنى ان يتم الاستجابه ليها اكيد، يعني هنتمنى حاجه زي كده. طيب. ميزانيه الاهلي، بكتفي طبعا بهذا القدر من اسئله السوشيال ميديا، انا اثقلت عليك معلش حقك. لا لا يعني. انا متشرف بوجودي معاك. ميزانيه الاهلي وما علمته انه نحن امام رقم 7 مليار اسطوري. احكي لي شويه. 7 مليار بس طبعا هي الميزانيه برضو عشان الناس دايما بتبقى فاهمه ان الميزانيه 7 مليار دول موجودين عندك في جيبك، موجودين في خزنه النادي وفي ومع النادي الاهلي، فيقول لك طب انتوا ليه ما جبتوش كذا صح عملتوا كذا. فطبعا هي 7 مليار ده بس حجم الميزانيه، لكن طبعا ده بيمثل يعني بنود كتير جدا. نعم. منها انت الاسيتس بتاعتك او الاصول بتاعتك، دي من ضمن الحاجات دي. انت اصولك الحمد لله مثلا في الميزانيه اللي فاتت كانت مليار و100، الميزانيه دي 2 مليار، فانت الحمد لله اصولك طبعا، لان ده الطبيعي ان اصولك على الارض، انت بتعمل قاعده انشائيه كبيره، بتفتح فروع جديده، وحتى لو فضلت ثابت على وضعك انت الاصول دي بتزيد مع الوقت، فده بيزود في الميزانيه. عندك طبعا الاشتراكات، دي من اكبر البنود الحمد لله اللي عندنا، اشتراكات عضويه، وده برضو القالب اللي هو موجود في مصر مش موجود بره، لان انت ما عندكش فكره الانديه الاجتماعيه الرياضيه دي بره، فموارد بره يعني عالميا غير الموارد المحليه اللي جوه مصر شويه، لكن دي من اكبر البنود اللي النادي الاهلي بيتدخلوا موارد او بيعتمد عليها ماليا. العضويات يعني من اكبر الحاجات. حتى قطاع كره القدم الحمد لله يمكن في 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 مكسب السنه دي. في مكسب السنه دي يعني انت تقريبا 18 مليون جنيه تقريبا، 68 مليون. تمام. انت بتصرف تقريبا على قطاع كره القدم يعني حوالي مليون و100 تقريبا، او وبتكسب منه بقى مليون 188 او مليون 175 بالظبط، مش مليون سوري، مليار 175. ده المكسب اللي جاي للنادي الاهلي من قطاع الكوره، او الموارد اللي جايه للنادي الاهلي مليار 175، وانت بتصرف عليه حوالي مليار حاجه و80. فانت بالنسبه لك المكسب قليل، لكن في النهايه كويس ان انت عامل مكسب، لان في اوقات كتيره قوي انت ما كانش جاي لك مكسب تقريبا من صحيح صحيح، يعني كان مكسبك قليل جدا. خلينا شويه اكلمك على النشاط الرياضي، لانه ده مهم جدا. ناس كانت سعيده جدا فوز الباسكت بكل البطولات، الموسم اللي فات كان شويه مش جيد، لكن الطايره استعادت عافيتها بالكامل، الهاندبول استعاد عافيته بالكامل، الكره بسم الله ما شاء الله البطولات تقريبا بالكامل باستثناء بطوله او اتنين على اكتر تقدير، ولو دخلنا في العاب القوه ودخلنا في السباحه ودخلنا في كاراتيه ودخلنا في حاجات كتيره جدا النادي الاهلي، بس ده حمل عليكم. هل وكل سنه جمهور الاهلي ده بدا النهارده يفكر في الطايره بنات، ويفكر في الباسكت بنات، والولاد بتوع صفحات العاب الصالات يعني طول الوقت عاملين نوع من انواع التحفيز،
ساعات شويه اه، لكن هم في الاخر حبا في النادي يعني. هو زي ما كنت بحكي لحضرتك اللي هو اللي ساعات بيجي لنا تخسر ماتش فيجي لك رسائل هجوميه، لازم نستوعب ده يعني. بالظبط لازم تستوعب الجمهور والناس والصفحات. بتفكروا في ايه اللي احنا بدانا السيزون الجديد؟ عندك مسابقات ناشئين وعندك مسابقات كبار وعندك العاب رياضيه مختلفه، مرتبين البيت ازاي؟ احنا موضوع طبعا النشاط الرياضي من ضمن البنود زي ما نحكي في الميزانيه يعني. نعم. البنود الكبيره جدا اللي انت بتصرف عليها طبعاً. مصاريف يعني في النهايه نادي رياضي اه يعني انت. نعم. مصاريفك تقريبا 450 مليون على النشاط الرياضي في السنه ومش بتكسب منه تقريبا. لا ده ما فيش مكاسب خالص اه، لان انت ليه ما فيش مكاسب؟ لان انت مكاسبك اصلا او بنود مكاسبك زي ما احنا قلنا كانت شويه من الاشتراكات، من العضويات، من الرعايه، من المكافئات بطولات. نعم. افريقيا والاتحاد الدولي طبعاً. فكلها بره سياق النشاط الرياضي. فاحنا لازم فعلا نبدا نفكر، دي فعلا تشالنج مهمه جدا وتحدي كبير جدا. لازم نبدا نفكر ازاي نعظم مواردنا من النشاط الرياضي. نعم. وازاي نبدا ان احنا هل ممكن في فكرة مع الفكره في يعني انت طبعا 450 مليون بتخسرهم سنويا، وده لازم ان انت تعمله. تخلي بالك حضرتك انت عندك العاب يعني. بالظبط كده. نعم. لازم انت تعمل. وهي طبعا معظمها يعني انت مثلا قطاع اليد 130 مليون، قطاع الطايره الباسكت بنات كانوا لسه في تنزانيا وقبلها كانوا مش عارف فين، والهاندبول كانوا فين، وهكذا يعني. انت اليد. نعم. والسله والطايره يعني هم لوحدهم ده 130 يد، 100 سله، 70 طايره، فدول لوحدهم يعني دول لوحدهم 300 مليون من ال 440. نعم. بس انت في النهايه الالعاب دي اللي اقصد اقوله الالعاب دي بدا مؤخرا لا جماهيريتها بتزيد، مش عايز كلام، قاعدة الشعبية بتاعتها بتزيد كلام. فلازم ان احنا فعلا نبدا يبقى في رعاة منفصلين ممكن للالعاب دي. انا بتكلم مستقبلا. نعم. افكار. نعم. تبدا ان انت حقوق البث عندك مهدره جدا طبعا، مش عايز كلام. انا عارف حتى كابتن خطيب لما كان مهتم جدا. نعم. كان مهتم بهذا الامر. انت لازم تبدا على الاقل، مش بقول ان انت هتحقق مكسب بس. نعم. تقلل شويه الجاب دي، تقلل الخساره. اه بالظبط، تقلل الخساره. طب معلش، هو الناس زعلانين مننا لان باعتين فيديوهات كتيره جدا في احتفالات القاضيه، فتعالى نشوف بعض من هذه الاحتفالات. يلا بينا الفقره دي، يلا بينا اتفضل. Thank you.
خلي بالك احنا كنا في عز الكورونا. ايوه ما هي كانت شوف الوقت 2020 شوف الدنيا عامله ازاي، شوف الناس عامله ازاي، شوف الناس مبسوطه ازاي. احنا كنا رايحين بالكمامه، الكمامه موجوده، كنا رايحين بالكمامه. بعدين انا كان وقتها كان محمد دمطي بيتاثر جامد في المباراه وبدا يدمع والله فراح جرحي رايح بالكمامه حطيتها على وشه عشان يخبيها. لا احنا كان لينا حاجات كده مع بعض دايما يعني. انتوا ثلاثي قريبين قوي من بعض، ومهند وحسام غالي ويعني الشباب يعني، وطارق طارق من الشباب على فكره، انا بحسبه معانا من الشباب طبعا. كلكم شباب، بس انا خالد مرتجي انت والجرحي والضماطي يعني ممكن عشان بنسافر كتير دايما يعني في المباريات مع بعض يعني. احنا تقريبا يعني ما بنفوتش يعني ماتشات الاهلي، حتى لو احنا مش في يعني مش طالعين مثلا في البعثه الرسميه او كرئيس بعثه، بنسافر احنا حسابنا مع النادي. بنسافر دايما يعني، انا والجرحي بالذات وضماطي بيبقى معانا في معظم السفريات. يعني ضماطي بس ممكن ليه سفريات وسفريات يعني، حس مثلا ان هو ايه قلقان في ماتش مش قلقان قلقان طول الوقت قلقان طول الوقت قلقان. هو دايما يقول لك انا مشجع الدرجه الثالثه اللي بقيت عضو مجلس اداره النادي. ايوه بالظبط الاهلي بالظبط، فبيبقى مشدود كده جامد. لكن احنا دايما فعلا بنحضر المباريات مع بعض جوه مصر بره مصر، بنسافر مع بعض، فيعني بيبقى لينا مواقف كتيره شويه. يبقى سؤالين العلاقه مع نادي الزمالك، يعني كان في بدايه المجلس الحالي انه مبادره رائعه النادي الاهلي وتلبيه دعوه نادي الزمالك وزاره نادي الزمالك، وحسينا الدنيا جيده، وجود كابتن حسين لبيب في النادي الاهلي في تأبين الراحل الكبير العمري فاروق. هل الامور ما زالت جيده ولا حصل في نوع يعني شويه كده من الهدوء يعني؟ لا لا ما فيش يعني، بالعكس انا في البدايه حتى يعني كنت حابب ان انا يعني اوجه رساله دعاء وتمنيات بالشفاء العاجل لمحمد طارق. طمنا عليه الحمد لله وحالته كويسه الحمد لله، لان هو فعلا من كام يوم حصل موضوع نشر الحريق في البيت. لا ربنا الحمد لله من عليه الحمد لله. انا كلمت حتى احمد خالد ساعتها عضو مجلس اداره نادي الزمالك، شاب محترم جدا والناس انا اطمنت، لان هو كانت طبعا تليفوناته كلها مقفوله، فاطمنت عليه من احمد. لا انا بقول الموقف ان احنا علاقتنا كويسه ببعض، مفيش حاجه يعني. انا مثلا ما عرفتش اوصل لمحمد وقتها، كان تليفونه مقفول. كلمت احمد عشان اطمن عليه وطمني عليه الحمد لله، وقال لي ان هو يعني بس كان في مرحله كده 48 ساعه يعدوا الحمد لله. انا الدكتور المعالج نفسه كلمته يعني. فالحمد لله. لكن احنا علاقتنا الشخصيه طيبه، مفيش اي مشكله. ساعات بس احنا ممكن نستغرب، بنلاقي تصريحات اعلاميه كده فجاه طلعت اوت اوف نوير كده، مش عارف ايه سببها، غريبه شويه. يعني ما انا ممكن بالنسبه لي بيبقى تقييمها ليا مش في محله قوي. لكن في النهايه العلاقه احنا دايما بنفصل عن نادي الزمالك وعن الاشخاص يعني. احنا دايما بنحترم نادي الزمالك كنادي. نادي كبير ونادي جماهيري ونادي ليه تاريخ، وده اللي انا قلته من شويه. دايما نقول نادي الاهلي رقم واحد، نادي الزمالك رقم اثنين، دي مش تقليل منه. بتتكلم على مستوى افريقيا، ده شيء مشرف لمصر. التاريخ يعني. لا شيء مشرف لمصر. انت عندك الاول والثاني من مصر. بس اللي انا زي ما بقول لحضرتك باخده على ناس حتى مش لازم حاليين، ممكن يبقوا سابقين، ان احنا نبدا عشان نطلع حاجه معينه، فنتهم ناس محترمه زورا بحاجات دي انا ما بحبهاش بصراحه. لكن طبعا في النهايه علاقتنا بيهم طيبه، علاقه اخويه. انا يعني معظمهم علاقتي بيهم طيبه على المستوى الشخصي، سواء نصوحي، طارق، احمد خالد، هاني شكري، يعني الناس معظمها. كابتن حسين لبيب من قبل ما يكون على فكره رئيس نادي الزمالك، الراجل كان بيبعت لي رسائل، احنا كمجلس اداره رسائل تهنئه في البطولات القاريه مثلا النادي الاهلي بيكسبها بعيد عن نادي الزمالك. ونفس القصه احنا كنا مثلا بنبعت له وقتها لما كان في اللجنه الثلاثيه المؤقته، كنا بنبعت له وقتها مثلا في بطولات قاريه بعيد عن النادي الاهلي، كانت علاقه طيبه. ولما رحنا بركه للزمالك بالكونفدراليه والزمالك لا ولما رحنا احنا رحنا مش يعني مش رحنا بنعمل تمثيليه يعني، ده كان حقيقي. لا احنا كانت فعلا من القلب، كانت حاجه من القلب. وكانت حاجه ان احنا متضايقين ان كان بقالنا سنين العلاقه فيها فتور وفيها عصبيه وفيها تجاوزات وفيها وفيها، فكان الدنيا هديت، فكنا احنا حابين ده. طبيعي جدا هيحصل مناوشات صغيره يعني، مش هتبقى مناوشات كبيره يعني. برضو لم يحصل
يحدث تجاوز يعني اخلاقي او لا تجاوز حقيقي، لكن ممكن يحصل مناوشات. انا رايي كذا، انا كل واحد بيبقى شايف من رايه ان هو احسن حد في الدنيا طبعا. لكن في النهايه اللي احنا قلناه من شويه، الارقام والتاريخ والمنطق والعقل بيقولوا ايه. صحيح. بس لكن احنا بنحترم طبعا كل اعضاء مؤسسات النادي. هل لديك اي اقوال اخرى؟ حابب تقول اي حاجه، نفسك في اي حاجه؟ لانه ما كانش ينفع اخلي اللقاء على القضيه بس، لكنك عضو مجلس اداره وناشط داخل مجلس اداره النادي الاهلي، ناس بتحبك وبتترك، لازم اسالك في قضايا كتير اخرى يعني. لا انا بوجه التحيه لحضرتك وكل القائمين على القناه وكل جمهورنا العظيم، وبتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ورساله اخيره ممكن اقولها لشبابنا الجميل اللي كان مع حضرتك قبل ما كنا انا موجود. شباب ليهم شخصيه أوي. محترمين متربيين. اتضح ان حمزه عبد الكريم كمان والده كان كابتن كريم وكان كابتن الفولي في النادي الاهلي. انا عارف كابتن منعف كريم وكابتن نصر عبد الكريم. طبعا اعذرني يعني. اساطير الطايره يعني في النادي. فطبعا لا هم ان شاء الله باذن الله يكونوا هم المستقبل. انا كنت قلت لهم الكلام ده وانا داخل، يضيفوا مزيد بقى من البطولات لافريقيا مستقبلا النادي الاهلي، عندهم الروح دي ان شاء الله يضيفوا في السجل ال 12 اكتر واكتر باذن الله. ده المستقبل وده الجيل القادم ان شاء الله. وان شاء الله يعني انا شايف ان هم هيحققوا كل خير في المستقبل. نورتني وشرفتني وبستمتع دايما باللقاء. وانا اكتر يا كابتن شوبير والله متشكر جدا لحضرتك. مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان منورنا النهارده. حلقه اعتقد يعني يا رب تكون عجبتكم. بدانا بالاخبار وبعدين بفكره الزوم مع ضيوفنا الاعزاء محمد سامي وامينه صالح ووائل الامام واكرامي الرديني، ثم ابطالنا اولادنا نجومنا نجوم منتخب الشباب اللي خدوا بطوله شمال افريقيا منذ ايام معدوده، ثم كان مسك الختام مع اللي نورني واللي شرفني مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي النشيط جدا. كلهم وجوه جميله. لما بعد بتحاور هنا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي والله يا سراج بطلع مبسوط وفرحان وبطلع مطمن على مستقبل النادي الاهلي. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم ان شاء الله. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.